السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنراجع على أول 3 units من منهج حساب رابع ابتدائي. هنشوف كده احنا عندنا ايه، سواء انت تاه منك اي حاجة خلال اليونتس دي او انت لسه تايه مش عارف في ايه. طيب هنشوف كده، درس في شهر اكتوبر اللي هو الـ place value، concept 1 concept 2، بعد كده unit 2 اللي هي addition and subtraction strategies، الجمع والطرح، استراتيجيات الجمع والطرح، concept 1 concept 2، بعد كده unit 3 اللي هي concepts of measurement اللي هي القياس بقى. تمام. طيب في الثلاثة دول 3 units دول، لو في اي حاجة وقع منك او في حاجة انت مش فاهمها، الفيديو ده احنا هنلخص كل ده. تمام كده. طيب اول حاجة هو review digit numeral number، ده just for reading اللي هو القراءة فقط. تمام، بس لازم نعرف هو عبارة عن ايه. طيب اول حاجة كده هنشوف اصلا يعني ايه numbers، يعني ايه numerals، يعني ايه digits. طيب what are numbers، يعني ايه ارقام او اعداد. تمام، شوف number، number اللي هو عدد او رقم. تمام كده. so arithmetical value يعني قيمة حسابية expressed by a word symbol or figure، يا اما بشكل يا اما بكلمة يا اما برمز. تمام، representing a particular quantity يعني بيعبر عن كمية معينة. number ده اللي هو مثلا 25. تمام، او 25 ده number برضو 25. اوكي، 25، 25 ده number يعني رقم 25، فانا اكتبه يا اما word word او بسيمبل. طيب so a number can be defined as an arithmetic value used for representing the quantity and is used in making calculations، حاجات بتستخدم في الحسابات. using the calculator، عايز اجمع بقى، اطرح، اضرب، اقسم، كل دي numbers، فلازم هدخل الكالكوليتر ايه، 25 زائد 1 26 صح، 5 في 10 بكام، ب50، كل دي numbers. numbers بقى بعد كده بعمل بقى multiplication، بعمل division، بعمل addition، بعمل subtraction، يعني هو في الاخر numbers زي دي. تمام كده. In image given below, this is one butterfly and these are four butterflies. تمام، بقى عندكم واحد اهو فراشة وبعد كده اربعة، فدول برضو بيعبروا عن ايه numbers. what is the number of the butterflies. اوكي. طيب the collection of no objects is an element is symbolized as zero، يعني ايه، يعني مجموعة من لا شيء، يعني صفر، مفيش حاجة، يعني صفر، يعني مجموعة من غير أي حاجة، يعني عارف فراشات إيه، صفر، يعني مفيش فراشات خالص. تمام كده. طيب نيجي بقى للديجيتس. إيه هي الديجيتس؟ يبقى ديجيتس آر يوزد تو ريبريزنت نمبرز، يعني النمبر مثلا اللي هو 25 ده نمبر صح، بس مكون من إيه، من ديجيت وديجيت، اللي هو ديجيت 2 وديجيت 5. طب 250 يبقى دوت 3 digits number، يبقى ده عدد او رقم مكون من 3 digits. طب 2 ده digit، يبقى هو رقم 2 وديجيت 1، خلاص كده. ايه ده، يبقى دوت 4 digits، ده digit وده digit وده digit وده digit. تمام، كل واحد فيهم digit، انما الرقم كله 1450 ده مش digit. تمام، هو نمبر مكون من 4 ديجيتس. 14 ده نمبر اوكي بس مش ديجيت، لا هو نمبر مكون من ديجيت 4 وديجيت 1. تمام، فهو لازم يكون حاجه واحده. 1 ديجيت نمبرز، يبقى اكزامبلز اوف 1 ديجيت نمبرز اللي هو 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، كل واحد فيهم ديجيت. تمام كده، يبقى انتوا عندكم ايه، يبقى 4 digits are used to represent numbers which include من 0 لحد 9 كل دي digits، يعني 0 ده digit. تمام، او 2 digit numbers بقى اللي هي مثلا 10، 10 ده
مش ديجيت، لا هو نمبر بس مكون من ديجيت واحد وديجيت صفر، تمام؟ 3 ديجيت زي ما انا قلت 100، 4 ديجيت نمبرز اللي هو 1000. 1000 ده نمبر مكون من ايه؟ من 4 ديجيتس. طب هل 1000 ديجيت؟ لا، احنا قلنا الديجيت دوت اللي هو من 0 لحد 9 بس، يعني ما اقدرش اقول حاجة على ديجيت. 5 ده ديجيت لانه حاجة واحدة مكون من رقم واحد. 3 ديجيت 0 ديجيت، 9 ديجيت. طب 99؟ لا مش ديجيت، ده نمبر مكون من 2 ديجيتس. طب 999 ده نمبر مكون من 3 ديجيتس. بس دي الفكرة. نوميرال بقى ده حاجة بترمز للأرقام عموما. يعني ايه نوميرال؟ نوميرال is a symbol، يعني رمز or name، يبقى اسم او رمز that stands for a number، يعني حاجة من الاخر كده بتعبر عن رقم. والله بقى 3 او 49 او 12 ده ايه؟ ده نوميرال، يعني حاجة ليها علاقة بالأرقام. 12 سواء كتبت 12 كده تمام ده نوميرال، او كتبتها كده ده نوميرال، تمام كده. بس هي دي الفكرة. فده ايه الفكرة من الدرس ده دلوقتي؟ طيب هنشوف كده حاجة، شوف تمرين بسرعة على القصة دي. مطلوب من سعادتك كده تقول لي اذا كان ده الحاجات دي ديجيت ولا نمبر ولا نمرال ولا في حاجتين مع بعض. طيب 369 هل هو ديجيت؟ ما دام مش ما هوش حاجه واحده يبقى لا مش ديجيت، لان يعني قلنا ان هو لازم يبقى من صفر يا اما تسعه، حاجه واحده لوحدها كده، رقم واقف لوحده ده ديجيت، فيبقى ده مش ديجيت. طب هل هو نمبر؟ نمبر مكون من 3 ديجيت صح. نمرال؟ لان حاجه ليها علاقه بالارقام، يبقى تمام. 24 مش ديجيت لانه 2 و4، هو نمبر مكون من 2 ديجيتس. نومرال بيرمز لرقم يبقى نومرال. 9 ديجيت ونمبر ونومرال كله بقى. 46 هل هو ديجيت؟ فكر كده. هل هو ديجيت؟ لا، لانه ما هوش اصلا رقم، يعني مش مكتوب 46 اللي هو ايه 46 صح كده؟ 46 6 اللي هو 46، 46 ده اللي هو كده دوت، ده 46 ده اقدر اقول عليه ايه؟ لو هو مكتوب 46 اقدر اقول عليه نمبر، تمام كده. انما هو اولا مش ديجيت، لان الديجيتس لازم تكون من 0 ل 9، لازم تتكتب يا اما 0 يا اما 9، فاولا مش ديجيت. طب هل هو نمبر؟ لا مش نمبر. ليه؟ لان النمبرز لازم تتكتب بشكل الارقام، يعني ما ينفعش اكتبها كوورد، تمام. طب هل هو نومرال؟ ليه؟ لانها حاجه بتعبر عن الارقام. 46 صح كده، تمام. طيب 2000، 2000 ما هوش ديجيت لان ده حاجه كتير صح كده. نمبر؟ نمبر ونومرال، ايوه نومرال. طيب الرقم الكبير ده اللي هو 600,020، 620,336 هل هو ديجيت؟ لا. هل هو نمبر؟ وهل هو نمبرال؟ 8 هل هو ديجيت؟ لا. هل هو نمبر؟ لا. وانا هقول النمبرز لازم تتكتب كده. افتكر لما تيجي اعرف اذا كان ده نمبر ولا لا، هل هو فعلا لو حطيته في الاله الحاسبه هينفع ولا لا؟ هو 15 ده نمبر، انما ما اقدرش اقول 15 في الاله الحاسبه، ما ينفعش. فاذا 8 ده 8 انا ما اقدرش اكتبه في الاله الحاسبه، يبقى ما ينفعش يكون نمبر ومش ديجيت، هو نومرال. يعني ممكن اكتب وانا بكتب مقاله مثلا او بكتب قصه ممكن اكتب 8، هي حاجه بتعبر عن الرقم انما هي ما هياش رقم. 7 ديجيت ونمبر ونومرال، تمام كده. يبقى ديت كده الاجابات اهي، ده مش ديجيت نمبر نومرال، ده مش ديجيت نمبر نومرال. 9 طبعا كله، 46 له ديجيت ولا هو نمبر، هو حاجه بتعبر عن الرقم نومرال. طب 2000 لا هو ديجيت صح، بس هو ينفع يكون نمبر وينفع يكون نومرال. الرقم الكبير ده، الرقم الكبير ده ما هوش ديجيت، بس الحاجتين دول. ال8 له ديجيت ولا هو نمبر، هو حاجه بتعبر عن النمبر، لا يبقى نومرال.
سبعة أو سبعة ديجيت ونمبر ونمرال. وكده إحنا خلصنا أول حاجة لـ review digit number numeral. تمام. طيب بعد كده بقى نخش بقى في الدرس اللي هو هتتسأل عليه في الامتحان اللي هو really big numbers changing values. تعالوا كده نشوف هو في إيه. أول حاجة يعني إيه أصلا reinforcing place value؟ طيب reinforcing place value دي اللي هي تعزيز مكان القيمة أو القيمة المكانية. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ ما هو لازم التلميذ يعرف إيه معنى الدرس. تمام كده؟ لو إحنا عندنا شطرنج تشيس، تمام كده؟ هنشوف كده تشيس بيسز. طيب زي ما احنا شايفين كده اللي بيعرف الشطرنج اصلا عارف ان هو بيتكون من كذا قطعة. تمام هنشوف كده. طيب ده اسمه العسكري او البيدق، بعد كده الطابية، بعد كده الحصان او اللي هو الفارس، بعد كده الفيل، بعد كده الوزير، بعد كده الملك. تمام. طيب كل قطعة من دول ليها رتبة او ليها قوة معينة. ليه؟ على حسب رتبتها، لان الشطرنج ده عبارة عن حاجة كده عاملة زي الجيش. تمام كده. chess pieces values مثلا اوكي. طيب هنشوف كده مثلا اهو البون اللي هو العسكري او البيدق. تمام نقطة واحدة. ليه؟ لانه اقل حاجة في اللوحة، يعني هو ارخص حاجة، ما هوش قيمة غالية قوي. تمام. بعد كده الفيل بتلاقي ان هو 3 نقط، يعني اعلى منه، يعني الفيل بتلات عساكر كقوة. تمام كذلك الفارس برضو بتلاتة. نيجي للطابية او اللي هي الروك 5، يعني الطابية في اللوحة اقوى من الحصان واقوى من الفيل واقوى من ايه؟ من العسكري. يعني الطابية الواحدة تعمل قوتها من 5 عساكر. تمام. طبعا نيجي بقى للوزير او اللي هو الكوين او اللي هي الملكة 9، فدي اقوى قطعة في اللوحة، اقوى نفوذ. تمام على حسب البوزيشن بتاعها، الرتبة بتاعتها انها وزير، صح كده. طبعا الملك هو ملوش بقى رتبة، هو لا ده هو يعني اي حاجة، ده هو كل في كل. تمام فهو لا يقدر بمال او لا يقدر بقيمة. تمام لا يقدر بثمن، صح كده. فمناش دعوة بالملك، هو اهم حاجة ان انت عندك 9 و5 و3 و3 و1. تمام فهي دي البليس فاليو. انت البليس بتاعك ايه؟ وزير ولا حصان ولا طابية ولا عسكري ولا لا تقدر بثمن؟ تمام. فرينفورسينج بليس فاليو اللي هي تعزيز القيمة المكانية او المكان القيمة. كذلك في الاعداد عندنا مثلا الرقم 125، 125 ده هتلاقي متكون من ايه؟ من 3 ديجيتس. الخمسة ليها قيمة والاتنين ليها قيمة والواحد ليها قيمة، هنعرف الكلام ده دلوقتي. تمام كده. هنشوف مثلا رقم كبير قوي زي ده 9 3 5 4 7 8 0 1 2 5. تمام. او رقم زي 9 3 5 0 4 2. تمام كبير قوي الرقم ده، فانا عايز اقراه. انت لازم تعرف تتعلم ازاي تقرا ايه الارقام. تمام دي. تمام 3 بعد كده 3 بعد كده 3 بعد كده ممكن حتى نزود 1، يبقى انت عندك 3 3 3 1. طيب انا عشان اعرف اقرا الرقم ده بنحط فاصلة ما بين كل 3. نبدأ كده من يمين 3 اهو، حط كومة، بعد كده 3 حط كومة، بعد كده 3 حط كومة، علشان انا اعرف احنا فين بالظبط، يعني الرقم ده قد ايه. تمام كده. طيب بما انت عندك كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ده رقم مكون من 10 ايه 10 ديجيتس، لكل واحد من دول ديجيت، صح كده 10 ديجيتس. طيب يبقى put comma after every 3 digits، يعني كل 3 digits حط comma. طيب بنقسم بقى، بنقسم يبقى الجزء ده اسمه ones، بعد كده thousands، بعد كده millions، بعد كده milliards او لها billions. اوكي طيب هنبقى نعرف الكلام ده بالتفصيل بعدين. Use the following digits to make the largest number possible, then use the same digits again to make the smallest number possible. تمام؟ عندنا الأرقام دي
عايزين نعرف نكون منها اكبر حاجة. طيب اول حاجة في الصورة اللي فاتت ديت في حاجة اسمها لما بقى انت عندك حاجة اسمها 9 مليار، وبعد كده 354 مليون، وبعد كده 780 ألف، وبعد كده 125، تمام كده؟ فدي 9 مليار، يعني رقم كبير قوي قوي، 9 مليار، تمام. كل ما الارقام الرقم اللي هو بيبقى على الشمال ده كبير، كل ما كان الرقم ده اكبر او قيمته اعلى، صح كده؟ طيب انت عندك 1 2 3، ودي 4 5 6، بعد كده 88. نيجي نقرا الرقم ده هنلاقي ايه؟ 88,765,321. ده اكبر حاجة، بمعنى ان انت عايز تعمل تكون largest number، فانت تعمل ايه؟ فتجيب اكبر digit كقيمة place value. هنا بقى بنتكلم على ايه؟ تجيب بقى الوزير، يعني خلي الوزير فيش على الشمال، تمام. فين الوزير هنا كقيمة؟ فاكر التشيس؟ فاكر دايما التشيس؟ لا، ده تشيس دوت كوم، ده دوت اللي انا بلعب بيه. طيب تشيس بيسز، دخلت على الموقع اللي انا بلعب عليه شطرنج، ماشي. الفاليو، ايوه نفتكر كده على طول، افتكر دايما الكلام ده، كوين 9 5 3 3 1. فانا عايز اكون اكبر رقم من دول اللي هيبقى 9 5 3 3 1 كده، يعني 9 5 3 3 1، تمام كده، او 3 ديجيتس وحطيت له 95,330، دوت بتاع الشطرنج، افتكروا كده. طيب نفس الفكره، فين هنا اكبر واحد؟ 8، يبقى نحط 8، وبعد كده 8، تمام. بعد كده اكبر من اللي اقل 7، بعد كده مين؟ 6، بعد كده مين؟ بعد كده 5، بعد كده 3، بعد كده 2، بعد كده 1. فانا كده عملت largest number. طب انا عايز اعمل اقل number من الشطرنج، هيبقى ابدا بقى بالصغير، احطه على الشمال، يبقى 1، بعد كده 3، بعد كده 3، بعد كده 5، بعد كده 9، يبقى 1، بعد كده 3، 3، بعد كده 5، بعد كده 9، اللي هو عسكري، بعد كده فيل، بعد كده حصان، بعد كده طابيه، وبعد كده وزير، وبعد كده اول 3 اهو، يبقى الرقم 13,359. افتكر 9 5 3 3 1، صح كده؟ يبقى ده largest number و smallest number، تمام. هي نفس الفكرة، largest number 8 8 7 5 6 5 3 2 1، اقل number هيبقى 1، بعد كده 2، تمام، بعد كده 3، بعد كده 5، بعد كده 6، بعد كده 7، بعد كده 8، تمام. يبقى ده سؤال كده بقول لك هجيب لك كام digit واقول لك اعمل لي largest number و smallest number، بس دي كل الفكرة. فده ال place value، القيمة دي 88 مليون، تمام، افتكرت اهي. فاحنا بنقسم ده 125، بعد كده نخش في الالافات، بعد كده في الملايين، بعد كده في المليارات، تمام كده. طيب نيجي بقى كده، هنجيب لك مثلا نمبر زي ده. النمبر ده عبارة عن ايه؟ 422,485. انا عايز اعرف التمانية هنا ديت ايه البليس فاليو بتاعتها؟ افتكر، هل هي طابية ولا وزير ولا ايه بالظبط؟ هو ده البليس فاليو بتاع الرقم. 8 هنا ديت اللي هي ايه؟ واقفة في حالة التنس، صح كده؟ طيب هنفتكر حاجة مع بعض ما قلناهاش، ones tens thousands place والحاجات دي، ايه بقى الكلام ده هتلاقي عندك في الكتاب، تمام، اللي هي place value by 6 digits. ان انت عندك اول رقم ده بيبقى اسمه ones، اللي هي الاحاد بالعربي، بعد كده tens اللي هي العشرات، بعد كده المئات، بعد كده الالاف، بعد كده ايه؟ 10,000، بعد كده 100,000، تمام، بعد كده ملايين، بعد كده المليار، زي ده كده اهو، واخد بالك؟ نفس الفكرة. فانت عندك، لا سيبك من الكلام ده، سيبك من انت من الحتة دي، الحتة دي لسه ما دخلناش فيها. يبقى عندك ones tens hundreds thousands ten thousands hundred thousands and millions، تمام كده، تمام. فدي القيمة المكانية. يبقى انا عايز اعرف التمانية هنا عبارة عن ايه؟ التمانية هنا موقعها tens اللي هي 10، لكنها 80، يعني موقعها انها ايه؟ 80. طب موقعها هنا ايه؟ 8,000، صح كده؟ يبقى هي اللي هي 1000، تي اتش دي 1000، اللي يبقى 8,000. طب هنا
80,000 ل 10,000 اوكي 80,000 هو اكنك بتحط 8 وبعد كده الباقي ده كله صفار بس يعني تحطها كلها كده كله صفار هنا كام في الايه في المئات اللي هي ال 100 يبقى 8 في المئات يبقى ايه قيمتها 800 صح كده بمعنى بقى ايه ان هنا ال 8 دي وال 8 دي انهي اكبر في الرقم ال 8 قيمتها في الرقم ده اكبر ولا الرقم ده لا قيمتها في الرقم ده ليه لانها هنا 80,000 انما هنا قيمتها 800 برضو نفس فكرة الشطرنج نفس فكرة الشطرنج هل انت مكانتك وزير ولا طابية والله لو طابية يبقى انا مقيمتي اقل من الوزير صح كده على الرغم من ان الرقم ده على فكرة اكبر من ده يعني الرقم ده 700,810 انما ده 83,115 الرقم ده اصغر من الرقم ده انما خانق التمانية نفسها كقيمة اعلى في هنا صح كده طب هنا ones او units تمام هي بتبقى ones 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 اللي هي الاحاد اوكي فهي قيمتها 8 بس لو طب افرض هي ال 8 دي هنا يبقى ايه 80 زي دي اللي هي tens طيب هنا بقى دي 0 0 2 0 2 طيب احنا يبقى ال 8 هنا عباره عن ايه 800,000 اللي هي 100,000 اللي هي 100,000 يعني هي يبقى البليس فاليو هي 100,000 طب الفاليو بقى كام 800,000 تمام كده يبقى انت تشوف بس هي تينز ولا 1000 ولا 10,000 ولا 100 ولا يونتس ولا 100,000 ولا ايه بعد كده بقى هي الفاليو بتاعتها فعلا 800,000 تمام عشان كده انا لما نيجي نقرا الرقم ده يبقى 820,200 او 800,000 زائد 20,000 زائد 200 هنبقى نفصص الكلام ده بعدين اهو دي كومبوزنج طب هنا التمانية دي عبارة عن ايه اللي يبقى البليس فاليو بتاعها ها طبيعي ولا وزير ولا ملك ولا عسكري هنا تينز اللي هي ايه تاني خانة تينز يبقى اللي هي قيمتها كام 80 تمام بس ده مختصر الصف ده او اللي هو really big numbers اللي هو changing values يعني ايه changing values يعني انا بغير ده محط مكان ده فبغير الفاليو تمام واغير في الارقام تمام كده بس بعد كده review comparing values ده just for reading لو انت حابب تطلع عليه بعد كده many ways to write بعد كده composing and decomposing ده اللي هنبدأ فيه دلوقتي تمام هنيجي نشوف دلوقتي many ways to write composing and decomposing هنشوف يعني ايه الكلام ده تاني اهو ones tens hundreds thousands ten thousands 10,000 100,000 100,000 millions 10 millions 100 millions 100 مليون بعد كده milliards او billions هو مع اول مره اشوف صراحه مليارز دي لا المليار بس هي كامريكان بليون سو بليون دايما بنقول 1 بليون اوكي هيو ان ذا يونايتد ستيتس ذا نمبر ايكويفالنت تو ذا برودكت اوف 1000 اند ذا مليون اللي هي 1000 مليون يعني 1000 مضروب يعني مليون 1000 او 1000 مليون تمام طيب الستاندرد فورم هيبقى ايه 7 مليار 450 مليون بعد كده 28,614 ده الرقم تمام كده حاطين كاما اهو بعد كل 3 3 ديجيتس افتر 3 ديجيتس افري 3 ديجيتس كاما 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 عشان انا بعرف بس احنا فين يعني نعرف نقراه تمام طيب بعد كده الاكسباندد فورم يبقى انت عندك حاجه بقى اسمها ستاندرد فورم او اكسباندد فورم اللي هي ميني ويز تو رايت يعني اقدر اكتب الرقم ده بكذا طريقه تمام اللي هو ايه 7 مليار اول حاجه يبقى 7 وحط كل الباقي صفار 3 3 3 اهو تمام اجمع عليه ها كنا بناخد البليس فاليو اللي هي الاربعه دي قيمتها ايه 400 مليون صح كده يبقى 4 وحط كل دول صفار اجمع عليها 5 وحط كل دول صفار واجمع عليها 0 وحط عليه كل صفار اكنك بتجمع صفر طبعا ما بحطوش ملوش لازمه يعني ما اجمعش صفار 2 وحط كل الباقي صفار اهو ال 20,000 بعد كده 8 وحط الباقي صفار هي 8,000 بعد كده 6 وحط الى 600 وبعد كده 1 اللي هي 10 اهي بعد كده 4 بس صح كده يبقى اكني في الاخر جمع ايه اكني جمع 7 مليار و400 مليون و50 مليون بعد كده 20,000 بعد كده 8,000 بعد كده 600 زائد 10 زائد 4 كل ده لو انا جمعته هيطلع لي الرقم ده هتتاكد منه حالا لو جبت الاله الحاسبه
اهو عشان بس ايه تتأكد ان احنا ما بنضحكش على بعض يعني. 7 مليار، 7 و1 2 3 4 5 6 7 8 9. شايف الكومز؟ شايف الآلة الحاسبة تحط الكومز لوحدها. بلس 400 مليون، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام كده، ده كده زائد 400 مليون زائد 50 مليون، 3 4 5 6 صح كده، زائد 20 ألف، 1 2 3 زائد 8 آلاف زائد 10 أو زائد 600 معلش زائد 4. طلع لك الرقم ده كام أهو، 7 4 5 0 أهو، 7 مليار و150 مليون، بعد كده 28614. شفت لما أنا جمعت كل ده جاب لي برضو نفس الرقم. تمام كده، يبقى دي way. طيب الورد فورم بقى اللي هي ايه النوميرال بتاعها، بس كتابة، لو انا مش عايز اكتب الارقام انا عايز اكتبها كتابة. تمام، هيبقى ايه 7 مليارد، ها 450 مليون، ده اللي هو ايه 450 مليون، 450 مليون، 450 مليون، بعد كده ايه 28,000، 28,000، بعد كده 614 ل 614 او 614. تمام كده، بسيط قوي يعني، الموضوع بسيط جدا. بعد كده شورت وورد فورم اللي هي بقى ايه 7 مليارد، ايوه يعني 7 دي انا بخليها 7، 7 دي بخليها 7 بس، خلي المليارد وخلي المليون ونخلي 1000. تمام، بس هتحول بس 450 مليون خليها 450، بعد كده دي هتبقى 28,000، بعد كده 614. يبقى ده شورت وورد فورم. اوكي، بس ده بمنتهى البساطه اللي هو ميني ويست رايت كومبوزنج اند ديكومبوزنج. اوكي، تعالوا بقى نشوف حاجه تانية اهو، مثلا الرقم 145 اللي هو 145 دي الايه، دي الورد. تمام كده، اقدر اكتبه بكذا طريقه، هيبقى 100 بلس 100 ده 100، بعد كده اجمع عليه 45 صح، او 100 زائد ايه زائد 40، اهي مش فاكر ديت البليس فاليو بتاعتها 40، تمام 40 زائد 5، فانا لو جمعت 5 زائد 40 زائد 100 هيديني 145، جمعت 100 زائد 45 هيديني 145 برضو. وبرضو اقدر اكتب اللي هي 100 بلس ايه بقى 40، شايف ال 40 دي، ممكن اقول لك ان هي 4 تنز، مش 4 تنز يعني 4 في 10 ل 40 بلس 5، 5 ايه 1s مش نوز، لا دي مكتوبه غلط، 5 1s، 5 احاد زائد 4 عشرات، يعني ايه يعني 40 زائد 5 زائد 100 اللي هي 100. تمام، او برضو اقدر اعملها لك بطريقه ثالثه، 1 2 3 طريقه رابعه كمان، اقدر ال 100 دي مش مضروبه في 1 زائد 4 مضروبه في ايه في تنز، تنز اللي هي 10 صح، زائد 5 مضروبه في 1s اللي هي 1، فانت بتحول بس الوردز دي لايه لارقام، هي هي، فدي هتديك 100 ودي هتديك 40 وهتديك 5 بس. افتكر شكل الاقواس دي هتحتاجها بعد كده. طيب ليسون 6 هو كومبوزنج اند ديكومبوزنج، لازلنا في كومبوزنج وديكومبوزنج. تمام، اللي هو يا سيدي ده كومبوزد، كومبوزد يعني ايه، يعني اهو كومبوزد يعني التكون، التكوين نفسه، الرقم لازق في بعضه. انا عايز اعمل ديكومبوزنج دلوقتي، ديكومبوز متحلله، لو احلل لو سمحت حلل لي الرقم ده، تحليل الرقم هيبقى ايه ده 3 3 3، يبقى انت عندك 6 مليار، 124 مليون، يبقى المليار اهي هنحط 6، بعد كده في ال 100 مليون اللي هو 1، بعد كده 2، بعد كده 4، بعد كده الـ هنا 0، بعد كده ايه 3، بعد كده 0، بعد كده ها 420، بس هي دي الفكره كلها. هنا اهو زي ما انا قلت لكم اهو صح كده، برضو نقدر نحلله مش كده ولا ايه، انا بس بحط الارقام دي عشان اعرف بقى 6 مليار اللي هي 6، وبعد كده احول كل ده صفار، 9 اصفار زائد ده ايه ده قيمته ايه البليس فاليو، ده 100 مليون، يبقى 1 وكل ده صفار صح كده، اجمع عليه ايه 20 مليون، اجمع عليه كام 4 مليون صح كده، 4 كل ده صفار زائد 0، 0 ده ملوش لازمة، زائد ايه 30,000، 3
وصفر صفر 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 ل 30,000، واجمع عليه 404 زائد 20 زائد 0 صح؟ زائد 0 بس ما فيش 0. فانت عندك هنا كام؟ صفر صفر وصفر وصفر، والمفروض اصلا يعني يبقى لهم اماكن زي صفر وصفر وصفر، ما انا ما بجمعش صفار، ما هي هي. طيب ده دي كومبوز، انا عايزه بقى كومبوست صح كده. هشوف سبعة دي عبارة عن ايه، مليار ولا مليون ولا 100 مليون، ما لازم اعرف، لازم تعرف دي سبعة قدامها كام. ده يا سيدي 1,000,000,000، يبقى دي 7 مليار صح كده. بعد كده 5 × 10 مليون اللي هي كام، 50 مليون. يبقى انت لازم تشوف لي، يبقى السبعة دي هتتحط هنا صح كده. بعد كده ده كام، ده 10 مليون، 10 مليون. يبقى انت عندك هنا، يبقى مفيش عندناش 100 مليون، يبقى انا بزيرو. بعد كده هنحط 5، بعد كده 40,000، يبقى هنا 4 تمام كده. بعد كده 3,000 اللي هي دي 3 تمام كده. بعد كده 500 اللي هي هنا 5، نحط هنا 5 تمام. بعد كده 9 بس. تعالوا كده نشوف الحل اهو، شايفين كده، يبقى ادي 7 مليار. بعد كده ايه، بعد كده لقيته دخل على طول في 50 مليون، يعني مفيش 100 مليون، فانا هنا لازم احط في 100 مليون زيرو، شوف ايه اللي ناقص تمام. 50 مليون بعد كده المفروض يبقى في 5 مليون، او في فين المليون؟ لا ما لقيتش مليون خالص، ما لقيتش. لقيت 40,000 اللي هي 4 × 10,000، يبقى هنا انا هحط 4 بس صح كده. يبقى انا عندي 0 و0، لان انا ما عنديش 100,000، ده انا دخلت على طول في 10,000 صح كده. بعد كده دخلت في 3,000 على طول، اللي هي ايه، حذفت 0. بعد كده حذفت ايه تاني، لقيته حذف 0 مره واحده، يبقى انا هنا عندي على طول هنا، يبقى دي كده 5 اللي هي 500 صح كده. لا حذفت 0 1، يبقى انا 1000. بعد كده 100 عادي. بعد كده حذفت 0 دول على طول، يبقى انا عندي هنا 0، لان هنا ما عنديش عشرات، انا دخلت على طول في الاحاد تمام كده. بمنتهى البساطه انت عندك احاد اهو، بعد كده ما فيش عشرات، يبقى 0، حط مكان عشرات 0. لقيت ميات خلاص، يبقى كده 5. بعد كده بعد المية ايه، 1000، 3. طيب بعد كده 1000 المفروض بعدها ايه، 10,000 صح، يبقى كده حط 4. بعد ال 10,000 في 100,000، ايه ده، لا ما لقيتش 100,000، يبقى حط مكان ال 100,000 0. طب بعد ال 100,000 ايه، مليون، ايه ده، لقيته دخل على 10 مليون، يبقى خلاص مكان المليون 0. 5 اهو، 5 × 10 مليون ل 50 مليون، يبقى حطها كده. طيب بعد كده المفروض يبقى في ايه، 100 مليون، ما لقيتش 100 مليون، يبقى احط 0. بعد كده لقيته دخل على ايه، على المليار اهو، يبقى 7 بس. ده بمنتهى البساطه ده الكومبوزيشن او ديكومبوزينج اند كومبوزينج. فيبقى الرقم بقى في الاخر ايه، 7,050,009 تمام، 50,009. ايوه ادي، بس ايه، اكيد في تقريبا خدت سناب شوت، دي مش مظبوطه، بس هي دي 50,009 تمام كده بس. فهي دي الفكره. هنشوف مثال كولوني، يعني مستعمره. كولوني A has a 268,000، يعني 268,000. بعد كده 820 فيرو انس living in it تمام كده. decompose this numeral as you did in build تمام. يبقى انا عايز اعرف بقى هنعمل decomposition زي ما اتعلمنا. نيجي كده، ده ايه، احنا في كده في مئات الالاف، 3 و3 يبقى عندك ايه، 268,000. يبقى دي 200,000، يبقى 200 وحولي كل دول صفار. بعد كده 6 + 6 حولي كل دول صفار، + 8 حولي كل دول صفار، + 8 كمان حطي دول صفرين. بعد كده + 2 حولي ده 0 + 0 بس. بمنتهى البساطة يبقى 2 حول كل صفار، يبقى 2 × 100,000 اللي هي ايه، 200,000 صح، زائد ايه، 60,000 زائد 8,000 زائد 800 زائد 20 زائد 0. من الزيرو هنحطوه، بس لازم يتكتب بالشكل ده. Yara's class learned that the distance from the earth to the moon، المسافة ما بين الأرض للقمر، can be written as 300,000 300,000 زائد 80,000 plus 4,000 plus 400 kilometers تمام. Compose this numeral، يعني عايزه بقى composed. يبقى أول حاجة نشوف ايه، 300,000 هنحطها 3 عادي.
بعد كده 80,000، يبقى ايه دي اكنها 380، يبقى صح. زائد 4,000 يبقى 384,000، تمام. زائد ايه كمان؟ زائد 400، بس هي كلها جمع. تاني نفتكر مع بعض الآلة الحاسبة، اعتقد انتوا ما بتستخدموش الآلة الحاسبة دلوقتي، انا بس ايه بقى بوريكم ازاي احنا بنشتغل. اللي هي انا لو جمعت 300,000، لا ثواني، 300,000 زائد 80,000 زائد 4,000 زائد 400، بصوا اديني انهي رقم اهو، 384,000. انا معلش جمعت حاجة غلط، 300,000 زائد 80,000 زائد 4,000 زائد 400 اهو، 384,400، تمام. يبقى هو composition and decomposition، بس منتهى البساطة يعني. decompose the numeral that follow using expand expanded form. ال expanded form زي ما احنا عارفين دي بقى ال expanded form اهي، اللي هي 100,000 بعد كده 0 مش هنحطه، 5 يبقى 0، 3 صفار يبقى 5,000 زائد 200 زائد 0 زائد 8، 2,277,271. يبقى هنا 2,000,000 اللي 2 و 6 صفار، لازم المليون هو رقم وقدامه 6 صفار، بلس بحط الكوماز ها، بلس 277,000 اللي هي 200,000 صح كده، زائد ايه 77,000 زائد 7,000 صح كده، زائد 100 زائد 90 زائد 10 صح كده، زائد 10 لا زائد 1، شفت بقى لازم تركز، ركز معايا. يبقى 2,000,236 زائد 277,000، دي لازم احللها، 277,000 دي اللي هي ايه، 200,000 زائد 70,000 زائد 7,000، دي كلها كده اربع، كلها كده التلاتة دول اللي هي يعمل 277,000 زائد 191 اللي هي 191 اللي هي يبقى مكونة من 191 بس، ولو جمعت كل ده هيدي لك 2,277,191 بس. طب انا ليه ما بشتغلش بالكلام ده بعد كده؟ عشان صعب، انا مش عارف اجمع كل ده، احنا بس بنعلمك تمام. ما اقدرش اكبر برضو رقم كبير قوي، ممكن اكتبه كده واسهل عشان اعرف اقراه حتى، صح كده؟ لازم تعرف انت بتعمل ايه وليه. 2,277,191 ده احسن من انا اكتب لك الرقم كله كده على بعض كبير. طيب تعالوا نشوف اللي تحت، 3 مليارد اللي هي 3 بليون اللي هي 3,000,000,000، اهي شايف انت احنا قلنا ايه، المليون 6 صفار ورقم، طيب انا بقول لك ان هو 3,000,000,000 يبقى 6 صفار وحط 3,000 صح كده. بعد كده اجمع عليه 137,000,000. طيب 137 دي اللي هي ايه، يبقى 137,000,000. 137,000,000 اول حاجة هتبدأ بايه الايه، ادي المليون، بعد كده 30,000,000 صح كده، لا 1,000 1,000 زي ما احنا شايفين كده تمام. هنا في غلطة على فكرة، هي المفروض هنا زائد 100,000,000 يعني 100 وبعد كده قدامها 6 صفار، فسيبكم الحتة دي خالص، بدليل ان انت لما تيجي تجمع بعد كده يبقى 30,000,000، لان انا عايز في الاخر 137,000,000 137,000,000 اللي هي 137,000,000 تمام كده، اللي هي ايه 100,000,000 زائد 30,000,000 زائد 7,000,000 تمام كده. فهنا هنا مش هيبقى 6 صفار، لا ده هيبقى 100 و6 صفار، الحتة دي مش صح. واجمع عليهم 619,000 اللي هي ايه 619,000 تمام، اللي هي 619,000 اللي بقى 600,000 زائد 619 اكتبها هتلاقيها بعد كده 10,000 زائد 9,000 بعد كده 88 اللي هي 80 اللي هي 88 88 يبقى 80 زائد 8 بس. decompose the numeral below expanded form 67,000,000 يبقى اللي هي 60,000,000 زائد 7,000,000 زائد ايه 38,000 اللي هي 30,000 زائد 8,000 زائد 12 اللي هي 10 زائد 2. طول الوقت انت شوف انت بتعمل ايه، يعني اقعد كده ركز بس واعرف الفكرة وتعرف تعملها بالراحة، وشوف ايه اللي ناقص، شوف ايه اللي ناقص علشان ما ايه ما تحطش صفار زيادة او تحط او تنسى تحط صفار.
هنا 9 مليون يبقى 9 في مليون اللي هي 9 مليون 440,000 اللي هو 440,000 اللي هي 440,000 يبقى 400,000 زائد ايه 40,000 يبقى 440,000 زائد 220 اللي هي 220 يعني 200 اهي بعد كده 20 اللي هي 2 في 10 صح كده 2 في 10 دي بتتكتب بالشكل ده 6 مليار او 6 في 1000 مليون زائد 900 مليون اللي هي 9 في 100 مليون زائد 10,000 يبقى 10,000 في 1 10,000 10,000 في 1 تمام كده بعد كده 4 تمام او تقدر تكتب 10 مضروبة في ايه زائد ايه 4 في 1 تمام برضو شوف الطرق التانية اللي انت تقدر تكتب بيها في الاخر هي many ways to write تمام كده 8 8 مليون يبقى 8 في مليون بلس 70,000 اللي هي 7 في 10,000 اللي هي 70,000 زائد ايه 200 اللي هي 2 في 100 بعد كده 2700 اللي هي ايه 2700 2700 اللي هي ايه 2 في 1000 زائد 7 في 100 2700 دي يا جماعة يعني ايه يعني 27 27 صح لو ضربتها في 100 هيطلع لي ايه هيطلع لي 2700 صح كده 2700 يعني 27 مضروبة في 100 يعني 127 اكتبها بقى ازاي دي اللي هي ايه اللي هي 2700 اللي هي 2000 اللي هي 2 في 1000 زائد ايه 7 في 100 صح كده اللي هي اهو لو جمعت لك 2000 زائد 700 2000 زائد 700 اهي معلش 2000 بلس 700 2700 اللي هي 2700 وعلى فكره هم الامريكان ما بيقولوش 2700 هم بيقولوا 2700 يعني 27 مضروبه في 100 يعني ما بنقولش 2700 كتير ما بيدخلوش الالافات هم بيقولوا 2700 يعني 27 100 صح كده طيب write an explanation create numbers that make the comparison true هنخش بقى في ايه في حكايه الكومباريزون ودوت الدرس الثاني اللي هو comparing numbers in multiple forms المقارنة عبارة عن أنا عايز أعرف هي greater than ولا less than ولا equal تمام أكبر من أصغر من أو يساوي فأنا عايز أقارن ما بين رقمين تمام كده the comparing numbers in multiple forms طيب أول حاجة كده 18 مليون هو السؤال هنا أنا عايز أقارن ما بين ده وده الأزرق ده الحل اللي أنت ساعتك هتكتبه علشان إيه تعرف او مش الحال ده يعني النوتس بتاعتك اول حاجه 18 مليون يبقى انا هحط 18 مليون يبقى 18 ومتاكد ان في لسه 6 صفار تمام 6 صفار دول بقى لسه هكونهم 345000 اللي هي 345000 تمام يبقى اتحط 4 5 600 يبقى انا كده حولت الوورد دي او النمرال ده لايه لرقم لازم احطه كنمبر عشان اعرف بس اقارن اجي هنا اشوف 80 6 صفار يبقى 80 مليون يبقى احط 80 هحط 8 تمام بعد كده مليون يبقى انا عندي 80 مليون وبعدها مليون يبقى 8 و1 يبقى 81 مليون يعني لو جمعت ده على ده يديك 81 مليون يبقى 81 مليون يعني 81 و6 صفار صح كده زائد 300,000 40,000 و5,000 و6,000 اللي هي 340,000 وبعد كده 5,000 يعني 345,000 افتكر اجمع 5,040,000 اللي هي 45,000 ودي 300,000 يبقى 345,000 اهو صح كده لازم تكون بقى اتعودت لازم تكون اتعودت يعني في الاول بتبقى صعبه بعد كده بعد يعني لو كنت وصلت بقى للمقارنه انت خلاص بقى عرفت يعني ايه 345,000 وازاي احطها بلس 600 اهو يبقى 600 يبقى 81 مليون 345,600 81 مليون 345,000 345 يعني 3 345 ها 1000 345 345,600 صح كده
يبقى انا كده حولت ده وده لارقام عشان بس اعرف اقارن واحط كومز. نيجي بقى نقارن نلاقي 600 و600 بعد كده 345 345 هنا 81 مليون هنا 18 مليون تمام. خلي بالك انا عملت حاجه غلط دلوقتي ان انا قارنت من اليمين للشمال، لا احنا بنقارن الاعداد يا جماعه من الشمال لليمين. ليه؟ علشان انا اعرف من الاخر كده، من الاخر دايما قارن انت عندك وزير في اللوحه ولا ما عندكش، يعني بقارن بالكبير، انا بشوف الكبير والصغير منين، من اللي على الشمال. 81 مليون هنا 18 مليون، خلاص انا ما مش محتاج اشوف كل اللي جنبه خلاص، ما دام دول كل ما دام الديجيتس واحد ثابته او هنا عدد الديجيتس قد الديجيتس خلاص اشوف الرقم الكبير ده فين، ده 1 وده 8 يبقى ده 8 ويبقى ده اكبر بس كده. هنا 40 و 6 صفار ب 40 مليون، طب هنا 400 مليون خلاص يبقى 400 و6 صفار و40 و6 صفار انا اكبر اكيد 400 مليون صح كده. بعد كده يا سيدي 9 صفار يعني 4 مليار، بعد كده 70 مليون 861904 يبقى 4 بليونز او 4 مليارد 70 مليون 861904. ده بقى كاتب لك ده جمع 4 و9 صفار يعني 4 مليار كوما 70 مليون يعني ما فيش 100 مليون، يبقى نحط بدل كان ال 100 مليون زيرو، بعد كده 70 مليون نحطها 7 صح كده. بعد كده بعد ال 70 مليون الاقي حاجه فيها مليون، بس انا لقيت 800000 يبقى مكان المليون زيرو تمام، كوما 800000 احط 8، 60000 احط 6، بعد كده 1000 صح كده 60000 بعد كده ايه 1000 ايوه احط 1، بعد كده 900 احط 9، مفيش عشرات احط 0، في 4 احط 4، يبقى وصل لي كام؟ 4 0 7 0 و 8 تمام. يبقى انت عندك هنا 1 2 3 9 10 وهنا برضو 10، يبقى 10 ديجيت قد 10 ديجيتس خلاص، يبقى شوف الرقم اللي على الشمال على طول ده 4 وده 4، بعد كده 0 7 0 وده 0 7 0 ولا كلهم زي بعضهم، يبقى الرقم اللي على اليمين بيساوي الرقم اللي على الشمال بس، يبقى في هنا ايدنتيكال ايدنتيكال اوكي. هنا برضو 7 في 10 مليون يبقى 70 مليون، هنحط 7 بعد كده 7 في مليون ب 7 مليون، بعد كده المفروض الاقي حاجه فيها 100000 لا ما لقيتش بحط صفر، بعد كده 3 في 10000 ب 30000 اللي احط 3، المفروض الاقي بعد كده 1000 ما لقيتش يبقى احط 0، وبعد كده المفروض الاقي حاجه فيها 100 ما لقيتش احط 0، بعد كده لحد ما وصلت للعشرات اللي هي الايه التنس احط 9، بعد كده للاحاد اللي هي الوانس احط 2. 77 مليون 30000 92 ده 77 مليون، هنا بقى 77 مليون 3000 مش 30000 خلاص وصلت ان هم 77 مليون و 77 مليون كده ايكوال، بعد كده لقيت دي 30000 وهنا كده انا لقيت 3000 يبقى كده ال 30000 اكبر، يبقى الرقم ده اكبر تمام بالممارسه. ولازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، ولازم تعرف يعني لازم في الاخر تكتب الرقم صح وتقارن ما بين الرقمين وتشوفهم الديجيتس اللي على اليمين قد الديجيتس اللي على الشمال ولا لا صح كده، بس زي الطريقه اللي انا عملتها لك دي. اوكي ليتس سي انذر، ده مثل تاني create numbers that make the comparison true use all the lines. هنا بيقول لك ايه الرقم ده انا عايزه يبقى اكبر من الرقم اللي انت هتحطه هنا خلاص، يبقى شوف كده اول حاجه تشوف عدد الديجيتس دول هنا 9 وهنا 9 خلاص بمنتهى البساطة وراح نفسك، ده 8 حط هنا 7 أو أي رقم أقل من 8 علشان يبقى كله يبقى الرقم اللي على الشمال أقل تمام كده. أهو عملنا إيه 7 وحط الرقم حط حتى الأرقام كلها زي بعضها، بس ده يبقى 790 مليون 789 ألف تمام كده. طيب الرقم بعد كده في رقم تاني، لو أنا عايز الرقم ده يكون اكبر من الرقم اللي انا هحطه لك دلوقتي، وده برضو كام ديجيت 3 6 9 10 وهنا 3 6 9 10 خلاص انا هحط الارقام دي كلها زي بعضها، وبدل ده ما هو 2 هحط 1 يعني هحط رقم اقل منه، يعني 2 مليار 456 مليون اللي هو 2 بليونز او 2 مليارز 456 مليونز 800000 900 اوكي
انا هبقى اخليه بس ايه، بدل ما هو 2 مليار هبقى مليار، واحط الرقم كله زي بعضه بس. يبقى انا كده خليت الرقم ده اكبر من ده. Writing about math when comparing large numbers, what strategies do you use to determine the greater number? Use words and numbers to explain your thinking. يعني هنا لازم انت بقى تعرف تتكلم، يا تكتب لغة انجليزية مظبوطة، ان انت لما بتقارن two large numbers انت بتعمل ايه، يعني ايه الاستراتيجي، what strategies do you use to determine the greater number. هنا نفس الفكرة، انا بشوف والله digits، اول حاجة بشوف عدد digits first the number of digits، بعد كده بشوف ال place value. تمام، place value هنا ايه، ده كده هنا 8، ده كده هنا ايه 800 مليون، انما ده هنا 700 مليون، صح كده؟ فانا عرفت ان الرقم ده اكبر من الرقم ده، فدي دي الاستراتيجي بتاعت التفكير. انت بس اتعلم ازاي تكتبها باللغه الانجليزيه، تمام كده؟ نفس الفكره، هو كله مبني على number of digits والplace value. انت وزير ولا حصان ولا ايه بالظبط؟ وانت عندك يعني في الشطرنج مثلا واحد معاه طابيه، واحد معاه وزير، طابيه وزير، والتاني ومعاه بس طابيه، فانهي اقوى؟ اكيد اللي معاه طابيه وزير، صح كده؟ طب افرض واحد معاه طابيه وواحد معاه وزير بس. هنا يعني هنا بقى في الفكره ايه، ان انت بتشوف ده 8 وده 7، يعني واحد معاه طابيه والتاني معاه مثلا عسكري بس، واخد بالك؟ فايه، فطبعا ده اكبر من ده. هي نفس الفكره، هي بليس فاليو وعدد الديجيتس. طيب نفس الفكره، هنشوف هنا اني اكبر، شوف النمبر اوف ديجيتس قد ايه. هنا 3 3 9 10، 3 3 9 10، ها 5 و5، بعد كده 6 و5، يبقى اكيد ده اكبر، اكيد ده اكبر، يبقى الرقم ده اكبر من ده، صح كده؟ 6 لان ده 5 مليار 680 مليون، ده 5 مليار 598 مليون، فطبعا ده اقل، ده اقل. 89 89 418 147، يبقى انا كل ده متساوي باستثناء ايه، يبقى هنقارن ما بين ال 147 و 247. ال 247 اكبر من 147، لان ده هنا الواحد ده بليس فاليو بتاعته ايه 100، انما البليس بتاع الفاليو بتاعت الاثنين هنا ايه 200، يبقى ده اكيد اكبر من ده. ده 940668، هنا 940669، ها يبقى 940 940 6666، ها ده 8 وده 9، يبقى ده بس، يبقى ده اكيد اكبر من ده بواحد، يبقى الرقم ده اكبر من اللي على الشمال. ده 100 مليون وده 99,999,999. شوف كده عدد الديجيتس، 3 3 6، يبقى ده كده 6 7 8، هنا كده 3 3 6 7 8 9، يبقى هنا عدد ديجيتس اكبر من ده، خلاص يبقى ده كده ايه 100 مليون، انما ده 99 مليون، يعني ده اكبر، صح كده؟ عشان كده بقول لك شوف عدد الديجيتس الاول، شوف عدد الديجيتس، يبقى ده اكبر من ده، يبقى الرقم ده اكبر من ده. Create a number in 100,000 that less than الرقم ده. يبقى نفس الفكرة برضو، هو الفكرة انا عايز اقل من ده، بس انا عايزه ايه 100,000 اللي هي بمئات الالاف، تمام؟ يبقى انا لازم استخدم على نفس عدد ديجيتس، تمام، واقل من ده. فانا هريح دماغي واخد كل الارقام دي واخد الستة دي خليها بس اقل، يبقى 500، اللي هي 512,000 اكيد اقل من 612,000، هي نفس الفكرة اللي احنا قلناها هنا. Create a number in millions that is greater than the، تمام كده؟ يبقى ده 9,933,001، فانا هعمل ايه؟ هخليه 10,933,001، تمام؟ create a number in milliards is greater than ده، حط نفس الرقم بس بدل ما هو 5 هخليه 6 بس كده، او 7 او 8، اهم حاجة ان انت تحط لي رقم اكبر، وهو ايه تخليه، يعني شوف هو عايزه بالمليارز ولا بالمليونز ولا بال 100,000، لانه ممكن يقول لك حاجه وما هياش زي دي، يعني هنا بيقول لك حطه بمئات الالاف، ممكن انا اقول لك حطه بالمليونز، صح كده؟ بس مش هتبقى منطقيه، مش هتبقى منطقيه، لان هو عايز يعلمك ازاي تغير في القيمه المكانيه للرقم الاخير. ها انهي اكبر بقى؟
اللي على اليمين ولا على الشمال؟ انهي سعادتك لازم تعرف تحل الحاجة دي. 5 مليارد، 5 مليارد 220 مليون يعني ايه؟ 222 مليون هنا، 220 مليون برضو 222 مليون. 500 يعني 500، 6000 يعني 506000 يعني ايه؟ 506000 هنا، 540000 540000، انما هنا 506 يعني 506000، يبقى اكيد 540 540 540000 اكبر، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يبقى ده كده الرقم ده اكبر. طيب هنا برضو نفس الفكرة، هتحول 1,976,000. الحاجات دي بقى انا هخليك ايه يعني، انت بقى ايه اقعد حلها، وهتلاقي انا هقولك الفيديوهات دي جاية منين، ولو انت عايز تشوفها شوفها، الحاجات دي محلولة عادي. تمام كده، اوكي. اوكي 3 مليار هنا برضو إيه، عايز يعلمك ايه 3 مليار 10 مليون انهي. هنا ليست مريمز داتا ان ديسندنج اوردر، في حاجه بقى ساعتك لازم تتعلمها اللي هي ديسندنج والاسندنج. اه يبقى احنا كده خلاص، ده بقى الدرس الجديد. هناخد بريك بس، وبعد كده نيجي نكمل اللي هي ديسندنج ان اسندنج نمبرز. احنا كده خلصنا كومبيرنج نمبرز ان مالتيبل فورمز. نيجي بقى لترتيب التنازلي والتصاعدي، لو descending and ascending numbers، بمعنى ان انت سعادتك بتشوف الارقام من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. تمام، مبدئيا كده هو بيقول لك رتب دلوقتي ان descending order، ترتيب ال ايه descending نوع تنازلي. يعني ايه؟ يعني من الكبير للصغير، 10 يلي 9 يلي 8 يلي 7 يلي 6 وهكذا، ده الترتيب التنازلي. التصاعدي اللي هو ascending، ascending تصاعدي يعني من الصغر بصعد، بصعد السلم. تصاعدي تنازلي بنزل السلم، يعني بنزل من السلم ايه، من فوق لتحت، صح كده؟ تمام، فانا عشان اعمل كده لازم احول كل الارقام دي وافهمها، يعني اشوف بقى اني اكبر. تمام، طبعا مبدئيا كده 3 مليار 3 مليار 10 مليون، بعد كده 1000، وبعد كده 34 3 مليار 1 مليون، هنا 10 مليون، هنا 1 مليون. خلاص يبقى انا عرفت ان ده ايه، ده اكبر من ده. تمام كده، بعد كده اخش على 3 مليار 990,000 يعني 990,000 990,000. هنا ده 1 مليون، هنا 10 مليون، يبقى ده كبير وده 1 مليون، ده يبقى ده صغير، صح كده؟ انما ده هنا ايه 990,000. اوكي، بعد كده هنا 110 مليون، 110 يعني 110 مليون، 110 مليون. بعد كده ده 990,000 يعني حتى هنا مش مليون، لا ده في الالافات، صح كده؟ يبقى ده مليون، ده مليون، ده مليون. اوكي، واحد عشرة، واحد واحد، والتاني 110 يعني ده 110 مليون. طبعا descending يعني ايه تنازلي، يعني انا عايز اكبر رقم، اكبر رقم يبقى ده اول واحد، يبقى ده اكبر رقم. يبقى احنا قلنا ايه ascending تصاعدي، descending تنازلي. تمام، يبقى انا عرفت ان اللي تحت ده اكبر واحد، يبقى هو ده اللي هبدا بيه، لان انا عايز انزل من هنا. ده يلي ايه، يلي العشرة، يلي ال 10 مليون، يلي المليون، يلي بقى ايه الالافات. تمام كده، بس بمنتهى البساطه لازم تعرف انهي رقم اكبر من التاني. ونفس الفكره ده ascending بقى، ascending هيبقى ايه العكس، ascending يعني تصاعد، يعني نشوف الرقم الصغير يلي الأصغر، يلي اللي بعده، يلي اللي بعده، يلي اللي بعده، يبدأ بالصغير لحد ما تنتهي بالكبير. تمام، هي دي نفس الفكرة، وانا هسيبك بقى ايه خلاص اتعودنا ازاي نحول الارقام وازاي نعرف هما قد ايه، عشان كده خدنا وقت طويل في ازاي تعرف الرقم ده وكم ديجيت، وازاي تعرف ده اكبر ولا لا. تمام، بعد كده هي كلها ايه ماشية بالشكل ده زي ما انت شايف، descending and ascending numbers، مجرد بتعرف انهي اكبر وترتبه. تمام كده،
نفس الفكرة ascending order، يعني تشوف لي الأرقام دي أنهي أكبر وأنهي أصغر وترتبه، تمام؟ هو نفس الفكرة. الكلام ده موجود على اليوتيوب وهقول لكم تجيبوه منين، عادي مفيهوش مشكلة خالص. الدروس دي كاملة واضحة، أنا بس مش هضيع وقت فيها دلوقتي لأن احنا خلاص. أول حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها estimation predicting and the unpredictable، تمام؟ توقع الغير متوقع، predicting the unpredictable، اوكي توقع ما لا يمكن التنبؤ به. ماشي، هو تقريبا انا مفتكر الدرس ده كان ايه، ولد وبنت كانوا راحوا يشوفوا مستعمرة النمل، فانا بقول لك قدري لي كده عدد النمل اللي في المكان ده، او يعني ايه اعمل استيميشن، فرونت اند استيميشن. استيميشن يعني التقدير، استيميشن تمام، تقدير تخمين، يعني مش لازم يكون الرقم بالظبط، غير بقى فكرة الاكزاكت، اكزاكت بالضبط. فاستيميشن استيميت ده يعني بص ايه، يعني تخش الفصل كده وقول لي لو سمحت قدر لي عدد التلامذة الموجودة، مش لازم اعده تلميذ تلميذ واقول ان عدد التلاميذ النهاردة كام، 43. لا، ممكن اول ما ادخل كده بمنتهى البساطة وبسرعة اعرف ان هو في حوالي 40 تلميذ، حوالي 35 كده، لكن لما اجي اعدهم بالظبط هيطلعوا 43. خلاص، يبقى الاكزاكت مثلا 43 تلميذ في الفصل ده. انما استيميشن انا ممكن اقول لك ان هو ممكن يكون فيه 40، 40 يعني حوالي 40 تلميذ، صح كده؟ يبقى ده الاستيميشن. يبقى انا بقول لك ايه النمبر ده، 78 مليون اهو، 7878 مليون 920416، ده 78 مليون، تمام؟ انا بقول لك استيميشن، استيميشن يعني ايه، مش لازم اعدهم كلهم، لا ممكن اقول لك ان هم 70 مليون بس، تمام؟ 9 مليارد 412 قصة بقى. فانا بقول لك ان هو حوالي 9 مليار. ليه يعني مش لازم اعرف التفاصيل، يعني هو في حدود كام، يعني 9 مليار ولا 5 مليار؟ لا هو 9 مليار. 400000 يبقى هو خلاص 400000 اهو، تكتبوا لي كده اللي هي دي 8723، 8723 هو 8000، خلاص 8000، يعني في حدود 8000، تمام؟ قول لي كده يعني ايه على حسب تقديرك، يعني قول لي في تقديرك، ما دام قلت في تقديرك يبقى ايه، يبقى انا مش عايز بالظبط، يبقى ده الاكزاكت، ده الاستيميشن، تمام كده؟ اتعودنا ازاي نكتبه، عشان كده احنا كنا بنعرف بقى يعني ايه ديجيتس ويعني ايه بليس فاليو، تمام؟ اهو الاستيميشن بتاع ده اهو، برضه نفس الفكره، انا هاخد اول رقم بس، يعني اول بليس فاليو اللي هي 9 مليار، هنا 60 مليون، هنا 80000، لا 8 في 10000، 80000. عشان كده ايه اتعلمنا ازاي ماني واي تو رايت، صح كده؟ عشان كده لما يجي لك اي حاجه من دول ما تقولش ايه ده ما خدتهاش، ما اعرفش اقراها، لا اعرف، تمام كده. بعد كده ندخل بقى تقريبا ده درس جديد، ده الراوندنج رولز برضه نفس الفكره بتاعت الراوندنج. لا ده نفس الفكره الراوندنج. الراوندنج بقى اللي هو ايه، يعني ايه راوند، يعني التقريب. احنا خدنا خلاص الاستيميشن، بعد كده في حاجه اسمها راوندنج، راوندنج لو التقريب. طب التقريب بقى اللي اقرب ايه، الاقرب 10، الاقرب 100، الاقرب 1000. طيب بمعنى بمنتهى البساطه كده، الكلام ده انا خدته زمان في خمسه ابتدائي، انتوا هنا بتاخدوه في رابعه. انا كنت في خمسة ابتدائي سنة 2002 على فكرة، مش تبقى عارفين، خمسة ابتدائي انا كنت في 2002، ده كان الترم الاول، خدت نسبة اخدت نسبة والتناسب في الترم الثاني، يعني كنا دخلنا في 2003، تمام؟ من 2002، من 2002 نشوفوا بقى انتوا 2022 سنة 2002، يعني 20 سنة فاتت، 20 سنة فاتت كان كأس العالم بتاع 2002 اللي البرازيل اللي كسبته، فكنت في خمسة ابتدائي من 20 سنة على فكرة، تمام؟
فاوكي سو سو انترستينج رايت. طيب مثلا كنا بناخد مثلا ايه واحد من عشرة، تقريبها ايه؟ تقريبها واحد، يعني مش لازم واحد من عشرة، هي تقريبها واحد، ده الراوندنج بتاع واحد واتنين من عشرة، يبقى تقريبها برضو واحد، ده التقريب لأقرب عشرة. تمام. واحد ونص، لا واحد ونص، واحد ونص، واحد ونص تقريبها هيبقى اتنين، يعني لو أكبر من خمسة يبقى ده اتنين. تمام كده. واحد وستة من عشرة تقريبها اتنين، تلاتة وستة من عشرة يبقى تقريبها أربعة، تلاتة وخمستاشر من مية يبقى تقريبها تلاتة. تمام كده، ده اللي أنا فاكره. تعالوا بقى نشوف احنا هنا بنعمل ايه. طيب أول حاجة اللي هو خط الأعداد ده أو الخط، تعالوا بقى نشوف ال rounding rules، حاجة اسمها line bar أو البار، هترسمه بار كده. مثلا هنا 1863 ده الرقم أنا عايز أقربه لأقرب عشرة. تمام، يعني نشوف ده العشرات، ده التينز صح كده، نيرست تين. والله هشوف 1863، 1863 بعده ايه في العشرات؟ هخلي الستة دي سبعة وبعد كده دي صفر، وده لو كبر. طب لو صغر هخلي الستة زي ما هي وخلي ده صفر. تمام، يعني من الاخر كده هخلي دي صفر الى حد اخليها صفر، واخلي العشرة يا اما هي زي ما هي يا اما هخليها واحد. يعني 1863 يا اما اقرب لك 1870، يعني انا زودت سبعة، ولا لو نقصت تلاتة. طبعا هنا نيرست 1860 صح كده. طب نيرست 100، يعني انت بتشوف انهي اقرب، شوف المسافة انهي اقرب، هنا 1860. طب انا لو عايز اقربها لاقرب 100، هشوف بقى 1863 بعدها ايه، بعدها ايه في المئات؟ 1900 ده لو كبرت. طب لو صغرت هتبقى 1000 وايه و800، يعني 63 دي هخليها صفرين صح كده، يعني اكني برجع ل 100 او برجع ل 100. تمام، ل 1800 وبعد كده بزود يعني لحد ما اوصل 1900، فاهمين؟ طيب فانا بشوف انهي مسافه اصغر، فلقيت ان هو 1900 الاقرب، يبقى تقريب 1863 الاقرب 100 هو 1900، تقريبه الاقرب 10 هو 1860 بس. طب الأقرب 1000، 1863 بعده إيه؟ بعده 2000، وقبله إيه؟ وقبله 1000 صح كده؟ تمام؟ زي ما إحنا شايفين. طبعًا لا لا، يعني أمشي لحد ال 2000 ولا أرجع لحد ال 1000؟ يعني طرحت 863، يعني أزود، يعني أزود كام؟ بصوا عشان نريح نفسينا. عارف انت اللي هو ايه؟ نروح نشتري من الفرن ده ولا الفرن اللي هناك في الشارع اللي هناك، ولا لازم اركب له؟ ف2000 ناقص 1863، بص يعني ازود، يعني امشي 137 ولا امشي 863 اللي هو 1863، لو شلت منهم لو شلت منهم 863، يعني لو شلت منهم 1000 يعني همشي 863، يعني امشي 863 لورا ولا امشي 137 لقدام؟ امشي 137 لقدام وراح نفسي، فاقرب اقرب رقم ل 1863 كالافات هو 2000 بس. تمام كده. طيب نفس بقى الفكره في حكايه الراوندنج ده، اللي هو ايه، 312 زائد 498. تمام كده، انهي احنا عايزين دلوقتي نعمل راوندنج، انا لما اجمع 312 زائد 498 اسهل، ولا ما انا ايه اقرب شويه او اعمل راوندنج؟ يعني 312 ده الراوندنج بتاعها كام؟ 300. انا قلنا يعني ايه؟ قلنا 300. 498 ها اقرب لي اللي قبلها ولا اقربها ان انا اخليها 500؟ ده الراوندنج صح كده، يعني التسعة دي اكبر من خمسة صح، يبقى خليها 500. ال 12 الواحد دي اقل من خمسة فخليها صفر، نفس فكرة الايه تاني، هنا ده الراوندنج. A lot easier to add، يعني بدل ما اجمع 312، 312 دي انا عايز اقربها فخلاص هتبقى 300، بدل ما هي 312 خليها 300. تمام، ليه؟ ما دام التلاتة جنبها واحد يبقى خليها صفار بقى.
طيب 4 جنبها 9، لا يبقى دي تبقى 5 صح كده، والباقي يبقى صفار. ده الراوندنج اوكي. فالمجمع 300 و500 احسن مجمع 312 زائد 498 اللي هي ايه، يبقى دي كده 800. طب الاكزاكت كام؟ يبقى انا قلت كده يبقى كده الاستيميشن اللي هو 800 312 زائد 498 اللي هو كان 810. طيب ما فرقش كتير يعني عن 800 صح كده. بس 73 الراوندنج بتاعه ايه، الايزيار خليه 70 وده الايزيار اخليه كام، 80. ليه؟ لان دي 6، 6 يعني ايه، يعني اكبر من 5 صح كده. ما يبقى لنا 76 ها امشي 4 ولا ارجع 6؟ لا امشي 4. هنا امشي 7 ولا ارجع 3؟ لا امشي 3. هي نفس فكره ايه المشوار. يبقى ده الاكزاكت انما ده الايزيار تمام كده. ده الراوندنج يعني لحد ما ده الراوندنج اوكي. فراوندنج بليس فاليو فرونت اند استيميشن. طبعا هنا الاستيميشن قلنا ايه اللي هو 875039، لا خليها الاستيميشن بتاعها كام، 800000 تمام. يبقى ده الاستيميشن. الراوندنج 312000 لا ده 3,127,498 صح كده. طيب ثواني بس، في حاجة اسمها راوندنج اب وراوندنج داون. راوندنج اب يعني انا ايه لو عايز اعمل راوندنج داون هنا دلوقتي ده 4 فانا مش هزود عليه، فانا هخلي ايه 3 1 2 7 والباقي صفار. يعني انا ايه ما طلعتش لفوق، نزلت تحت. يعني بدل ما اخليه 3,127,498 لا اخليه 3,127,000 بس. يبقى انا كده ايه قربته بس اصغر عدد، اصغر عدد تمام. هنا عايز اعمل راوندنج اب يبقى هعمل ايه 3,128,000 تمام كده بس. فراوندنج اب وراوندنج داون، فده كده راوندنج اب يبقى هضيف على ده 1 اخليه 8 مثلا، انما راوندنج داون خلي ده 7 وده 4. فرونت اند استيميشن ده 25,319 يعني حوالي كام، حوالي كام، حوالي 20,000 مش 25,319. احنا قلنا ده هنخلي ده ونبايس فوق. هنا برضو حاجة اسمها نخش بقى في properties of addition تمام كده. هناخد بقى واحدة تانية properties of addition اللي هي خصائص الجمع. خصائص الجمع اللي هو ايه، انا 10 ده رقم 10 ممكن اكونه بكذا طريقة. ممكن اجمع 1 على 9 تمام، يعني 9 تلاميذ وتلميذ 10 تلاميذ، او 8 تلاميذ واتنين وتلميذين 10 برضو، او 7 و3 و6 و4 وبرضو نفس الفكرة 8 زائد 2 7 زائد 3 6 زائد 4 صح كده. يبقى 4 زائد 6 هي 6 زائد 4، سواء جبت دي الاول او دي الاول مش فتفرق، هي في الاخر الرقم 1. 9 زائد 1 هي 1 زائد 9 وهكذا. فده 5 زائد 5 10 صح كده. طيب expanded form review listen to your teacher read numerals in expanded form write the numbers in standard form. ودي الستاندرد، المدرس بتاعك هيقول لك في expanded form اللي هو 3427 هي نفس الفكره لو كتبتها 3427 9810 نفس الفكره 600,030 1,009,080 800 اوكي 639,800. لو جمعت كل دول هيطلع لك الرقم ده. هنا 1,000,000 5,000,000 8,000 نفس الفكرة وهكذا صح كده. بعد كده commutative property solve the following problems اللي هي ايه، 5 زائد 7 زائد 8 زائد 3 كام، 23. هي 8 زائد 7 زائد 3 زائد 5 هي 7 زائد 5 زائد 8 زائد 3 هي زائد 3 3 زائد 7 زائد 8 زائد 5. في الاخر الجمع يا جماعة سواء جمعت ده الاول حطيت الرقم ده الاول الرقم ده الاول هو في الاخر هيطلع لنا نفس المجموع، مش لازم ابدأ بالرقم ده. يعني لو لخبطتهم على بعض برضو هتطلع لي رقم 23 تمام. بعد كده حاجة اسمها associative property solve the following problems remember to solve what is the in parentheses
parentheses the parentheses okay للأقواس parentheses انت تجمع الاول اللي في الاقواس الاول يبقى 10 زائد 4 كام 14 14 زائد 20 كام 34 وضيف عليهم 17 يديك 51 ها نجمع في الاقواس الاول يبقى 4 زائد 20 24 صح كده زائد 10 34 زائد 17 برضو يديك 51 20 زائد 17 هيبقى كام 37 زائد 4 41 زائد 10 برضو يديك 51 فدي خصائص الجمع اللي هي الاسوسيتيف وكوميوتيف اوكي كوميوتيف كوميوتيف اوكي تبادلي يعني اقدر ابدل الارقام اقدر ابدل احط ده مكان ده برضو هيطلع نفس الرقم اسوسيتيف نفس الفكره اللي هي ايه جروبنج اسوسيتيف ترابطي اسوسيتيف دي اللي هي حاجات مترابطه مع بعضها حاططها لك في اقواس اللي هو شايف الاقواس دي دي معنى انها اسوسيتيف جروب يعني بعمل جروبنج فعلا زي ما قلت لكم احطها ايه في جروب their grouping okay results whatever their grouping is don't get their order okay فدي من خصائص الجمع يبقى انت عندك additive additive identity property of zero لما اجمع حاجه على زيرو هي بتدي نفس النمبر cumulative property of addition لو غيرت الاوردر بيدي نفس summation لو عملت grouping تمام وخليت برضو نفس الارقام هي برضو بتدي نفس summation تمام كده 35 زائد 13 اوكي بس هيبقى بقى عندك كام مثل كده 35 زائد 13 لو هي نفس 13 زائد 35 صح كده فده كوميوتيف كوميوتيف صح كده ده اسوسيتيف نرجع تاني تبادلي ده تبادلي حطيت ده هنا حطيت ده هنا هو نفس الارقام حطيت ده هنا مكان ده هنا نفس الفكر يبقى ده كوميونيتي طيب ده اللي هو الايه اديتيف ايدنتي اديتيف اوكي اديتيف سو اديتيف اديتيف ده ده حاجه زائد زيرو هي نفس الحاجه حاجه زائد زيرو هي نفس الحاجه هنا لا هنا ايه الاسوسيتيف لان في جروبنج صح كده هنا ده عباره عن ايه ده يبقى ده كده اسوسيتيف لان في جروبس صح كده طب هنا والله لو غيرت مكانهم بيبقى عادي يدي نفس القيمه يبقى كوميونيتيف والله 43 زائد 200 زائد 0 هيديني برده 243 فبرده في حاجه اسمها اديتيف ما دام حطيت 0 تمام يبقى هو جامع ما بين الحاجتين ما دام زائد 0 يبقى ده حاجه اسمها اديتيف اوكي طيب هناخد بريك ونيجي نشوف بقى خصائص الطرح تمام كده اللي هي اديشن وذ ريجروبينج والكلام ده يبقى properties of addition احنا خدناها بعد كده ناخد addition with regrouping طيب دلوقتي هنشوف بقى ايه ال addition with regrouping انا مش هشرحه انا عندي فيديو هنا regrouping okay for kids او for fourth grade في بقى فيديو الحقيقة كان حلو كده اللي هو ده addition with regrouping song two digit addition for kids يعني شوفوا الحاجات دي هتعجبكم تمام وشوفوا برضو هتلاقوا 4 digits لان انتوا هنا حاجة زي كده تمام 4th grade برضو اللي هي مثلا 4th grade 4th grade او 4 digit numbers 3 digit addition شوفوا الحاجات دي هتعجبكم جدا تمام 3 digit في 4 digit تمام اهي 3 digits هي نفس الفكره سواء بقى كترت الديجيت هي نفس الفكره تمام عشان بس ايه ما نضيعش وقت فيها هتلاقوا فيديوهات كتيره عليها اوكي طيب بعد كده
addition with regrouping ده خلاص. بعد كده subtraction strategy, subtraction with regrouping نفس الفكرة. طيب خش بقى في subtraction. subtraction find difference 7,541 minus 4,326. نعمل ايه عشان نعمل القصة دي؟ تمام, الاربعة تلاتة اتنين ستة دي بتعرف ساعتك تعمل لها دي كومبوزيشن؟ اه اعرف 4,000 plus 300 plus 20 plus 6 صح كده؟ طيب هتحط لي الرقم ده هنا وتعمل لي الاعداد اهي تلاتة, بعد كده ايه تشوف بقى ساعتك انت هترجع قد ايه. مثلا رجعنا 4,000 يتبقى ايه 3,5,4,1, بعد كده رجعنا 300 صح كده؟ شايف ان انا عايز اطرح الرقم ده ناقص الرقم ده, فانا بعمل ايه؟ حللته صح؟ طيب يبقى انا بدل ما اطرح على طول لا هطرح منه الاول 4,000, يبقى انا شلت 4,000 يبقى 3,5,4,1, بعد كده هطرح منه 300 minus 300 اللي هي بقى لي هنا 2,4,1, بعد كده هطرح منه 20 يبقى هيتبقى لي 3,2,1, بعد كده اقوم طارح 6. ممكن اطرح 1 الاول وبعد كده اقوم طارح 5 على طول, يعني ما هي انا هوصل لحد هنا وعايز اطرح 6. طب ممكن اطرح 1 الاول عشان يبقى اسهل بالنسبه لي, يبقى 3,221 minus 1 هيبقى 3,220, بعد كده بقى براحتي اشيل منها 5 اللي هيتبقى لي 3,215. سهله جدا صح؟ ده subtraction strategy, الاستراتيجية الطرح, بدل ما اقعد اوجع دماغي واقعد اطرح ازاي, بنعمل دي كومبوزيشن ونرسم خط الاعداد ده بحيث ان انت تقعد تطرح كل واحد لوحده. So find the difference ده نفس الفكرة, هنعمل دي كومبوزيشن لده 4,000 زائد 300 زائد 20 زائد 6 اللي هو 4,000 plus 300 plus 20 plus 6, وابدأ اشيل نفس الفكرة تمام. الكلام ده هي نفس الفكرة, بس خلي بالك في حاجة اسمها counting down, هي دي counting down, يبقى difference ليه 3,215 تمام. في بعد كده حاجة اسمها counting up ليه ايه؟ عاوز اطرح 7,541 ناقص 4,326, هنا counting down يعني باخد ده ومراجع. طيب هنا انا بعمل ايه بقى؟ هنا بقى ايه؟ هنا شايف انا كنت بنزل لتحت صح وطرحته, هنا انا عايز اطرح ده برضو نايز ده, فبس بعمل ايه؟ باخد بقى الرقم ده, باخد الرقم ده بشوف انا هضيف عليه قد ايه علشان اوصل لده, اشوف هضيف عليه قد ايه عشان اوصل لده. فانا مثلا ضفت 3,000 عشان اوصل لل 7,000 تمام, عملت بلس 3,000 فايه وصلت ان انا بقيت 7,326, بعد كده ضفت عليه 200 علشان اوصل لايه لل 500 صح تمام, فوصلت لان بقيت 7,526, بعد كده ضفت 20 لا ضفت 4 علشان ابقى 7,530, ثم ضفت ايه 11. فانا بشوف انا بضيف قد ايه بالظبط علشان اوصل للرقم ده, هنا انا بشوف انا بطرح قد ايه او مش بطرح قد ايه, انا عملت دي كومبوزيشن كل مره بطرح جزء بطرح جزء بطرح جزء, يعني دي استراتيجي. في استراتيجي بقى اللي هي ايه كاونتنج اب تمام, دي كاونتنج داون, هنا كاونتنج اب, فانا باخد ده وبشوف انا بضيف عليه قد ايه عشان اوصل للرقم ده, سهله صح؟ في الاخر انا بشوف انا وصلت لقد ايه, يبقى انا كده ضفت 3,214, يبقى حضرتك انت في الاخر هتجمع لي الكلام ده هيبقى ايه يساوي 3,215, يبقى هو ده اللي انا ضيفته علشان اوصل لده, يبقى طرحهم من بعض طرحهم من بعض هيدي لي 3,215, هي نفس الفكره تمام. هنا انا بس ايه طرحت عملت دي كومبوزيشن وطرحت, يعني قعدت اطرح لحد ما وصلت لده. هنا نفس الفكره, انا جبت الرقم ده وشفت انا جمعت قد ايه, يعني بدل ما انا بنزل برجع تمام, هي مش فارقه, اتمنى الموضوع يكون بسيط. نفس الفكره, انا ممكن اضيف 3,000 بعد كده 200 بعد كده 11 بعد كده 4 صح, قصدي ممكن اضيف 4 ممكن اضيف 11, يعني انت ده الحل بتاعك. ممكن حل زميلك ان هو ايه يضيف 4 الاول براحته
بعد كده ضاف 11، بعد كده ضاف 200، بعد كده ضاف 3000. المهم في الاخر ان انت تجيب لي ان الديفرنس يكون هو هو، فهي دي الاستراتيجي. واحنا قلنا قبل كده ان في الجمع ده اللي هو ايه كوميوليتيف، كوميوليتيف اوكي، اللي هو التبادلي، تبادلي مش مشكله، سواء انت او زميلك هتبقوا صح. هنا بقى find the difference estimate using rounding to nearest thousand، عايزين نعرف طرح ده. يبقى في طرح ده الاول هيبقى ايه قيمه اكزاكت، وفي قيمه اللي هي بقى ايه عن طريق الراوندنج. فاحنا هنشوف القصه دي ماشيه ازاي. تمام، الطرح عادي ده كده اللي هو 8473 8473-3295. لما اجي اطرح 3 ناقص 5 ما ينفعش، فلازم اخد منها، اخد من اللي جنبها ايه واحد، اللي هي تبقى 13، يعني اكني باخد 10 لان دي عشرات، فانا باخد 10 للثلاثه، فتبقى ب 13 ناقص 5 يديك 8. طيب انا خلاص خدت منها واحد صح، فدي بقت 6، 6 ناقص 9 ما ينفعش، فلازم اخد واحد فتبقى 16 صح كده، و16 ناقص 9 جاي مديك 7، ودي خلاص بقت 3. لازم اعمل كده علشان ايه افتكر، افتكر ان انا استلفت خلاص، فدي القيمه قلت بواحد، ف3 ناقص 2 1، وبعد كده 8 ناقص 3 5. تمام كده، يبقى دي كده القيمه الاكزاكت اللي هي بتطلع من الاله الحاسبه عادي اهو. الاله الحاسبه انا عايز طرح ده من ده 8 4 7 3، شيل منه 3 2 9 5، هيديك كام؟ 5178 5178. طيب ده كده اول حاجه. طيب في بقى حاجه اسمها راوندنج، يبقى استيميت يوزنج راوند تو نيرست ثاوزندز. يبقى انا هعمل راوندنج الاول ده، شايف الرقم ده 4 يبقى مش ما هوش يبقى اقل من 5 صح، يبقى هكون له صفار وهحط ال 8. نفس الفكره 3 2 يبقى ال 2 ايه اقل من 5، يبقى ده الراوندنج، الراوند صح، يبقى ده 3000. يبقى هطرح ده من ده يديك 5000. يبقى انا كاني بقول لك ايه الاكزاكت 5178، طب الراوندنج بتاعه كام؟ حوالي 5000 بس انا ايه بعمل راوندنج بالطريقه دي، بشوف الرقم ده واعمل له راوندنج لاقرب 1000 وراوندنج لاقرب 1000. طيب نفس الفكره هنا، لو انا عايز اعمل راوندنج لاقرب 10 بشوف دي 7 ودي 3، 3 دي اقل من 5 صح، فدي بقى مش هتقدر تديها، فهتبقى ايه 0. يبقى 8 4 7 0، 3295 دي 5 صح، يبقى تقدر تدي ال 9. يبقى ايه بدل ما هي 95 لا انا اقدر ادي، بدل ما ادي 5 هتدي 9 1 صح، 9 هتبقى 10 خلاص، يبقى انا عندي 0 و0 وديت رحلتها 1، يبقى دي 3 كمان، يبقى كده انا زودت كمان دي صح كده. طيب يبقى كده 3 3 0، يبقى انا عملت راوندنج اهو. بعد كده اطرح يبقى 5170 صح كده، يبقى ده راوندنج لأقرب 10 وده راوندنج لأقرب 1000. تمام كده 5170 وده 5178، وهنا ال 5178 ده الإكزاكت. تقريب لأقرب 1000 5000، تقريب لأقرب 10 هيبقى 5170 أوكي. بس بعد كده بقى في حاجة اسمها البار مودل. بار مودل ده حاجة حلوة قوي. نخش بقى في ايه كونسبت 2، بار مودلز فاريبلز اند ستوري بروبلمز، اللي هي المسائل اللي هي القصص. طيب ان ايكويشن، المعادله يعني ايه معادله؟ يعني حاجه بتساوي حاجه، يعني اليمين بيساوي الشمال، لازم اليمين يساوي الشمال. يبقى ان ايكويشن از ا نمبر سنتنس ذات سيز تو اماونتس ار ايكوال، 3 زائد 5 بتساوي 8، يبقى ال 8 بتساوي ايه 3 زائد 5 او 5 زائد 3 صح؟ 2 زائد 4 بيساوي ايه 6، او 4 زائد 2 برضو بيساوي 6. طيب يعني 6 لو انا جبت، شايف الاتنين دي لو اديتها الناحية التانية ايه بتروح بإشارة مختلفة اللي هي ايه بتبقى ماينس بقى 6، يعني 4 زائد 2 رغيف، 4 ترغيفة مع زائد رغيفين بيديك كام؟ 6 رغيفة صح؟ طب انا معايا 6 رغيفة واديت زميلي رغيفين، يبقى اتبقى معايا كام؟ اتبقى معايا 4 صح؟ سهلة بسيطة يعني. نفس الفكره بقى، وده بقى اللي هو اصلا احنا بنعمل معادلات ليه؟ علشان نلاقي حاجه مجهوله، يعني مثلا 2 زائد حاجه انا مش فاهمها، اللي هي اكس.
اكس دي اللي هي ايه، اللي هي لما انا كنت باخد دروس دي كنت في مدرسه عربي، ما كنتش مدرسه لغات، فكنت 2 زائد س بيساوي 6. ايه وجد قيمه س اللي هي فايند ذا فاليو اوف اكس. اوكي، فانا عايز اعرف هنا انا هدي محتاج قد ايه يا جماعه عشان اضيفهم على الاثنين في الاخر يدوني 6. ها، هي نفس الفكره اللي هي 6 شيل منهم 2، يبقى انا محتاج كام؟ محتاج 4. بمعنى ان انا لو عوضت عن اكس دي ب4، اهو حطيت 4، يعني 2 زائد 4 يديني 6، بس كده. يبقى find x value، يبقى x دي هتساوي ايه؟ هتبقى 6 minus 2. تمام كده. فاحنا عندنا حاجه بقى ايه سهله قوي عشان نعرف احنا بنجمع ولا بنطرح. فبنعمل الجدول ده تيبل كده، بنحط الهول هنا ونحط هنا البارت والبارت. فده الهول، ده الكلي اللي هو عدد الرغيفة كلها، مقسمه 4 ومقسمه 2، اللي هو 4 زائد 2 او 2 زائد 4، صح كده. هنا مثلا اهو 6 معايا 2 ومعايا اكس، يبقى انا كده عشان اجيب اكس يبقى هطرح 6 ناقص 2، صح؟ سهل قوي. هنا 70 وعندي ده، يبقى ده التوتال، عندي ان وعندي 20. طب انا عايز اعرف قيمة ان، يبقى انا عارف ان 70 دي ايه، عبارة عن ان زائد 20، فانا عايز اعرف قيمة ان، صح كده. يبقى قيمة ان هيبقى 70 ناقص 20 اللي هي دي، اللي هي subtraction، هتديك 50، بدليل ان 50 زائد 20 بيديك 70. واي هنا 52 وهنا 87، يبقى انا متأكد 100% ان واي بتساوي 52 زائد 87. واي equals 52 plus 85، لان الواي دي الهول كلها، ده عدد الرغيفة كله، مع 52 زائد 87 عايز اعرف واي قد ايه، فتجمعهم تدي تلاقيها انها كام، 139 رغيف. وكذلك بقى نفس الفكرة، عايز اطرح بقى، عايز قيمة واي، يبقى هطرح الكل ناقص الجزء، بس كده. وبقى زي ما اتعلمت ازاي تطرح وهكذا، تمام. يعني دي بقى ايه، دي بقى شطارتك انت، انا مش هتخش في التفاصيل دي. هنا اكس، اكس ده الهول، يبقى انا عايز اجمع ده زائد ده عشان اجيب اكس. نفس الفكرة، 24 ده الهول، ده البارت والبارت، يبقى 24 ناقص 13 يديك ان. يعني اكتب المعادلة اللي هي ايه، ان زائد 13 يساوي 24. طب ان يبقى كام؟ 24 ناقص 13، صح كده. يعني بمعنى ان انا لو اديتك، لو انا يعني لو انا معايا 24 رغيف وهدي الناس 13، هيتبقى معانا كام؟ هيتبقى معايا 11، صح؟ مش قصص خيال علمي، هي مش قصص خيالية. هنا ار عبارة عن ايه، 18 زائد 30 اللي هي في الاخر كام، هتديك 48. يبقى المعادلة بتبقى ايه، انا عايز ار، يبقى ار هي 18 زائد 30، صح كده. بس لو عندك 2000 ناقص بي بيساوي 1000، يبقى البي كام؟ 2000 ناقص يبقى انا عندي البي دي هتبقى ايه، لو انا عندي معايا 2000 قطعة، تمام، عايز اعرف قيمة اللي انا اطرحها عشان يتبقى معايا 1000. يعني انا ادي اللي قدامي قد ايه عشان يتبقى معايا 1000؟ لو معايا 2000 كتاب، تمام، ادي اللي قدامي قد ايه عشان يتبقى معايا من 2000 دول 1000، اكيد هدي له 1000 برضو، صح؟ لان 2000 ناقص 1000 يديك 1000، صح؟ هي نفس الفكرة، شايف الماينس بي دي هتروح الناحية التانية بإشارة موجبة اللي هي بي، وتودي الألف دي، دي موجبة، هتبقى تروح الناحية التانية بإشارة سالبة، يبقى 2000 ماينس 1000 يديك 1000. بس طيب، نوها هاز 24 باونز، معاها 24 جنيه. She gave her friend a lot of pounds and she had 15 pounds left. يعني ادت زميلتها فلوس كتير، جنيهات كتير، واتبقى معاها 15. يعني هي كان معاها 24 كتوتال او هول، ادت زميلتها رقم معين واتبقى معاها، خلي بالك ايه، اتبقى معاها 15 باونز ليفت معاها هي. فهي عايزه تعرف دلوقتي كميه ال let y represent the amount of pounds with her friend، تمام كده. هو هنا طالب، ممكن حضرتك تكتب لي المعادله اللي بتعبر عن الكلام اللي انا قلته ده. اقدر اكتبه طبعا، اللي هو ايه، انا معايا 24 جنيه توتال، صح كده. والليفت اللي معايا يعني قيمه الجنيهات اللي معايا بقت 15، يبقى انا لما اديت صاحبي او زميلي اللي هي ايه، طرحت بقى ماينس واي، يبقى اتبقى معايا 15، بس كده.
هي فكرة نفس الجدول، لو عملناها في الجدول هتحط هنا ال 24 وهتحط هنا واي زائد، وهنا 15 لأن واي زائد 15 هيديك 24. طيب هنا انت عندك ايه؟ there are 5328 ants في المستعمرة، in the colony 2164 ants are females and the rest are males. يعني هو total 5328 نملة، 2164 إناث أنثى، تمام؟ طب والباقي ميلز، فهو how many male ants in the colony؟ يبقى أكيد هطرح، يبقى ده التوتال وعندك إكس ميل وعندك ده فيميل، يبقى أنا عشان أجيب إكس هعمل إيه؟ أكيد هطرح الكل ناقص الجزء، بس بقى معايا 3164 ميلز، صح كده؟ وهكذا بقى. يوسف هنا مثلا بيقرا كتاب، قرا 84 صفحة في أول أسبوع و 123 صفحة في تاني أسبوع، وكتاب أصلا كله 280 صفحة، فكم صفحة فاضلة ليوسف علشان يقرا الكتاب كله؟ فأنا عندي التوتال هنا كام؟ هو 280، ده الهول، صح كده؟ هو الراجل قرا 123 و 184 واتبقى عدد معين، فانا عايز اعرف، يبقى اكيد هجمع الاول 84 زائد 123 عشان اعرف هو الراجل ده قرا كام. هو قرا في اول اسبوع 84، بعد كده في الاسبوع اللي بعده 123، فخلاص اجمعه كله عشان اعرف هو قرا كام. هيتبقى لك ان بقى، فخلاص نطرح بقى 280 ناقص الرقم اللي هو 207 ده، وبالتالي يتبقى 73 بيجز. موضوع بسيط قوي سهل، وبس لازم تعرفوا ازاي تطرحوا، عشان كده اتعلمنا ازاي نطرح بقى with grouping with regrouping والكلام ده، وهكذا نفس الافكار دي هسيبها لكم انتوا بقى ايه تكملوا معاها. لازم تعرفوا المسائل دي فكرتها ان انتوا تفهموا الكلام بيتقال ايه، يعني ايه اللي حاصل، ايه القصة دي، ايه اللي انا معايا وايه اللي اديته او ايه اللي خدته. لازم تعرفوا المسألة عبارة عن ايه، اللي دي الستوري، في قصة لازم انتوا تفهموا. لو انت ما فهمتيش القصة اكيد مش هتعرفي تكتبي المعادلة، صح؟ تمام كده، احنا تمام قوي، خلصنا كده ايه اللي احنا عملناه. بقى احنا solving multi-step story problems with addition and subtraction number. دلوقتي اخر حاجة بقى النهاردة عشان نختم اليوم الطويل ده، concepts of measurement اللي هي تعالوا كده نشوف. مفاهيم القياسات، يعني ايه القياس؟ لازم يا جماعة نعرف احنا العالم اللي حوالينا ده بيتقاس ازاي، تمام؟ لازم نعرف الكلام ده دلوقتي. طيب اول حاجة عايزين نعرف الاطوال، تمام؟ measurement of ايه بقى؟ الـ ant travel، يعني النملة بتمشي قد ايه، اللي هي metric units of length، وحدات الطول length، metric units of length، وحدات الطول المترية، وحدات الطول المترية metric units of length، تمام. اول حاجة احنا رايحين مثلا مسافرين اسكندرية، فاسكندرية من القاهرة لاسكندرية كم كيلو؟ هو ده كيلومتر، اوكي، او كيلومتر، كيلومتر او كيلومتر، اوكي، كم مثلا؟ 10 كيلو، تمام. لو انت شفت هنا الكسندريا وكايرو، بصوا كام يا جماعة اهو، the distance between Alexandria and Cairo 180 kilometers، تمام. the road distance is 225.6 kilometers، يبقى مسافات كبيرة. او شايفين من القاهرة الاسكندرية دي كذا كيلو متر. في امريكا بالميل، يعني في حاجة اسمها مايل، يعني كم ميل، صح؟ فلوريدا to Texas، Florida to Texas، okay، distance، أنا هنا بقيس distance مسافة،
شايفين كام؟ الامريكان ما بيقيسوش بالكيلومتر، احنا في مصر كام كيلو، انما في امريكا in the United States miles is 1139.96 miles. كم ميل؟ امريكان بيقيسوا بالميل. Oh my god, there's long way from Florida to Texas. Oh my god. تمام؟ بيقولوا كده. بعد كده طيب لو حاجه بقى صغيره شويه بالمتر، يعني المسافه من الفصل ده للفصل اللي جنبي كام متر؟ 2 متر. تمام، ده ايه ده لازق فيا، او 5 متر صح. المتر بقى حاجه صغيره. طولك انت كام؟ طولك متر ونص، متر 57، متر و75 سنتي كده. دي اطول بقى صغيره، مشيت 10 متر. تمام، طيب يبقى كيلو متر في 1000 متر، زي ما انتم شايفين الكيلو كبير قوي، 1000 متر، 1000 متر يعني قلنا ايه المسافه من اسكندريه للقاهره 180 كيلو، يعني كام؟ 180 1000 متر. 180 في 1000، 180 1000 متر، لا 180 كيلو، بس احنا ما بنقولش، عشان كده ما بنقولش 180 1000 متر، لا بنقول 180 كيلو. طيب حاجة تانية الديسيمتر، الديسيمتر ده بقى 10 سنتي. المسطرة بتاعت حضرتك حوالي كام؟ أنا المسطرة بتاعتي 20 سنتي، في مسطرة زميلي 30 سنتي. تمام، كل 10 سنتي حاجة اسمها ديسي، يعني إيه؟ يعني مسطرتك كام ديسي؟ 2 اللي هي 20 سنتي، في مسطرة زميلي 30 سنتي اللي هي كام؟ 3 ديسيمتر. نيجي بقى للسنتي والسنتي، ما بين السنتي والسنتي 10 مللي، هتلاقي 10 شرط، افتح وريني، افتح الرولر بتاعتك كده هتلاقيها، بص عليها هتلاقي من السنتي للسنتي في 10 شرط، يعني الشرطه للشرطه ده مللي. تمام، فالسنتي في 10 مللي. تمام كده، المتر في كام سنتي؟ المتر في 100 سنتي. احفظوا الكلام ده، الحاجات دي هتحفظوها للابد. تمام، الكلام ده انا حافظه من رابعه ابتدائي. تمام، من المتر في كام؟ 10 دي سي، لان الدي سي فيه 10 سنتي بس، يعني كله ضرب في بعضه. فعندك كيلو اهو، كيلو متر دي سي متر سنتي متر ملي متر، الكيلو فيه 1000 متر، والمتر فيه 10 دي سي متر، والدي سي متر فيهم 10 سنتي. تمام، الدي سي متر فيه كام؟ 10 سنتي، دي سي متر في 10 سنتي، والسنتي في 10 مللي زي ما انت شايف. طبعا كل ما انت رايح من الكبير للصغير بتضرب، عشان عايز اكتر الاصفار، عايز اكتر الاصفار، زي ما عملنا في الكالكوليتر دلوقتي. 180 كيلو عايز اعرف فيهم كام متر، يبقى بضرب 180 في 1000. بصوا هيحصل ايه، كتير قوي كبير. طب افرض 180000 متر صح، 180000 متر، عايز اعرف هما كام كيلو، اقسم بقى، اقسم ديفايد من الصغير للكبير، ديفايد اقسم على 1000، اهو شفت فيهم 180 كيلو، وهكذا. موضوع سهل جدا صح. تمام، شغلتك بقى ان انت تعرف تحول 7 كيلو فيهم كام دي سي، هيبقى شوف ال 7 كيلو دول اهم، 7 كيلو فيهم كام دي سي، يبقى 7 اضرب في 1000 وبعد كده اضرب في 10، يبقى 7000 وبعد كده في 10 تبقى 70000، وهكذا. احفظ بس الكلمتين دول هتبقى زي الصاروخ. 120 مللي فيهم كام سنتي؟ قلنا ان السنتي في 10 مللي، السنتي في 10 مللي، يبقى بصوا بطريقه اكس، طريقه سين، يبقى ال 120 مللي فيهم كام سنتي؟ يبقى 120 في 1 على 10، 120 في 1 على 10. تمام كده، سهله صح. 120 مللي اضرب، اهو انا حطيت 120 مللي في الحته دي، اضرب في 1 واقسم على 10 يديني فيهم كام سنتي؟ 18 متر و13 سنتي، كام سنتي؟ طيب هي دي بقى المهمه، 18 متر فيهم كام سنتي اصلا؟ 18 متر فيهم كام سنتي؟ احنا عارفين ان المتر فيه 100 سنتي، يبقى 18 في 100 ب 1800 صح؟ زاد كام؟ زاد 13 سنتي، يبقى 1813 بس، وهكذا بقى. 15000 متر فيهم كام كيلو؟ من المتر للكيلو، من الصغير للكبير بقسم على ايه؟ هنا بقسم على 1000، يبقى فيهم 15 كيلو، زي شغل زي اسكندريه ومصر والقاهره. 700 سنتي و53 سنتي، 700 سنتي فيهم كام متر؟ 700 على 100 يبقى 7 متر، 53 سنتي يبقى 7 متر و53 سنتي، وهكذا.
تبداوا بقى ايه تحفظوا الكلام ده، تحفظوا بس التحويلات، اهم حاجه تحفظوا الكلام ده وتعرفوا تحولوا مين الى، تمام؟ بس طيب نفس الفكره في الكتله بقى، انت وزنك كام كيلو؟ زميلك بيقول لك انت وزنك كام كيلو، انا وزني مثلا 35 كيلو 40 كيلو وهكذا، تمام؟ طيب الكيلو جرام والجرام كام كيلو جرام؟ يعني الكتله الكبيره كيلو جرام، انما كتله صغيره يعني مثلا ايه ماسك البرايه بتاعتي او الاستيكه بتاعتي دي مش هقول لك كام كيلو، لا دي كام جرام، تمام؟ انا اشتريت مثلا نص بطيخه، البطيخه عامله نص كيلو او بطيخه عامله كيلو ونص، يعني كبيره صح، البطيخه دي كبيره، انما الاستيكه بتاعتي بالجرام. طب الكيلو جرام في كام؟ 1000 جرام، زي الكيلو متر 1000 متر، صح كده؟ من الكبير للصغير بضرب، بالصغير للكبير بقسم. ليه؟ بشوف انا عايز ازود الاصفار ولا اقللها. نفس الفكره، كيلو جرام جرام، يعني دي الفكره. 8 كيلو فيهم كام جرام؟ 8000 جرام. 62000 جرام فيهم كام كيلو؟ بقسم، يبقى فيهم 62 كيلو، صح؟ هي كلها قسمه وضرب، قسمه وضرب. طب 17 كيلو 7 جرام عباره عن كام جرام؟ اخد ال 17 كيلو واحولهم للجرامات اللي هو 17 واضربهم في 1000 عشان اعرف هم كام جرام، يبقى 17000 جرام، واجمع لهم 7 جرام. خلي بالكم ما اقدرش اجمع جرام على كيلو جرام، ما اقدرش اجمع كيلو متر على متر، لا يا تجمع كيلو متر على كيلو متر، يا تجمع جرام على، يا تجمع متر على متر، يا تجمع ملي على ملي، يا تجمع سنتي على سنتي، ما اقدرش اجمع تو ديفرنت يونتس، ما ينفعش. يتحول كله جرامات، يتحول كله كيلوات، يتحول كله متر، يتحول كله ملي، يتحول كله ديسي، لازم كده. طيب على حسب بقى، هنا مثلا 4051 جرام، هما كام كيلو وكام جرام مثلا؟ والله شوف بقى اقسم ده كده، فاكرين دي كومبوزيشن والديكومبوزنج والكومبوزنج صح؟ عشان كده احنا اتعلمنا الكلام ده قبل كده. فده اول من اللي احنا هعمل له ايه ديكومبوزيشن، 4000 زائد 51 يبقى ال 4000 دول لو قسمتهم على 1000 يدوني 4 كيلو بس، ويبقى 4 كيلو جرام 51 جرام، تمام كده، وهكذا، وبقيه بقيه المسائل زي ما هي. اخر حاجه الحجم بقى او السعه اللي هي ذا كاباسيتي. What is the capacity of this tank؟ تانك البرتقان ده الكاباسيتي بتاعته قد ايه؟ اللي هي السعة، السعة انا بتكلم the maximum amount of something can contain، هو بيتحط فيه قد ايه؟ the capacity of التانك ده الكاباسيتي بتاعته قد ايه؟ او التانك فوليوم او الحجم اهو، حمام سباحه وات از ذا كاباسيتي، كم متر مكعب طول في عرض في ارتفاع، او شايف ده حمام سباحه مثلا، فانا عايز اعرف هو كام طول عرض ارتفاع، لما اضرب الطول في العرض في الارتفاع هيدي لي حاجه اسمها متر مكعب او لتر، تمام، او فوليوم، نتكلم عن فوليوم او السعه، السعه اللي هي الكاباسيتي، واتس ذا كاباسيتي. لتر في 1000 ملي لتر، والملي لتر في 1000 لتر، تمام؟ يا برضو احفظ الكلمتين دول، رايح من الكبير للصغير بضرب ومن الصغير للكبير بقسم. 4 لتر في كام ملي؟ يبقى 4000 ملي. 20000 ملي في كام لتر؟ في 20، لان هنا بقسم. 15 لتر و470 ملي فيهم كام ملي في الاخر؟ يبقى لازم احول اللتر لملي لتر، يبقى هنا عندي 15000 ملي لتر زائد 470 يبقى عندي 15470. علشان كده يا جماعه احنا درسنا ازاي نعمل كومبوزنج ودي كومبوزنج، وازاي اجمع وازاي اطرح كل ده في الاخر عشان ايه ابدا بقى استفيد في حياتي، تمام؟ مش مجرد ان انا بحفظ وخلاص، لا انا عايز دلوقتي اسال واحد الكباسيتي بتاعته بتاعت حمام السباحه بتاعه قد ايه، فهيقول لي، هيقول لي كذا، فانا لازم اكون فاهم صح. وادي ده التوتال اهو، وده الهول، وده هنا بارت وبارت، صح كده؟ عندي هنا 25,084 ملي، يعني فيهم كام لتر؟ فانا بريح نفسي واعمل ايه؟ بعمل ديكومبوزيشن، اللي هو 25,000 ملي زائد 84، يبقى اخد هنا 25,000 ملي دول احولهم للترات اقسم على 1000، يبقى انا عندي 25 لتر و84 ملي،
وبكده الحقيقة تبقى بسيطة، تمام؟ وهكذا. مثلا أنا في أسرة drank 1 liter و500 ملي of orange juice، شربوا لتر و500 ملي، يعني لتر ونص على الفطار. لو هم أصلا كان عندهم 3 of orange juice before breakfast، how much orange juice are left؟ يعني الأسرة التانك بتاعهم، تانك العصير كان فيه 3 لتر، خلاص؟ هما شربوا لتر و500 مللي او لتر ونص، يبقى اتبقى لهم كام؟ يبقى نعمل ايه؟ ناخد 3 لتر ناقص لتر و500 مللي، صح كده؟ اقوم احول ال 3 لتر لكام؟ لكام مللي لتر؟ 3 لتر للمللي لتر، يبقى عندي 3000 مللي لتر. اطرح منهم لتر و500، اللتر فيه 1000 مللي لتر، صح كده؟ يبقى 1000 زائد 500 1500. لا، يبقى لازم، انا قلت ايه؟ لازم نوحد الوحدات، وبالتالي كده هيتبقى لهم 1500 مللي لتر. موضوع بسيط جدا، صح؟ طيب هندخل بقى في حاجة حلوة قوي، تمام؟ ده احنا كده خلاص خدنا كل ده على فكرة، والباقي ده just for reading. التايم بعد كده ناخد scale measurements، بعد كده هنقفل ان شاء الله عشان نخلص الفيديو ده. So now time and scale measurements. What time is it؟ الساعة كام دلوقتي؟ اوكي، what time is it؟ It's 9:55، تمام؟ اوكي، let's see. So units of measuring time، لازم unit أو وحدة لقياس الزمن. أسبوع، week، day، يوم، hour، ساعة، minute، دقيقة، second، ثانية. These units are used to measure time. زي ما احنا شايفين هنا هو in the calendar 9:56:27:28، ده الثواني اهو، seconds، الثواني شغاله على طول. دي الدقائق 56 دقيقه، وده 9. يبقى الساعه دلوقتي كام؟ 9:56 دقيقه، لا 10 الا 4 دقائق، تمام؟ طيب ده الوقت. بعد كده عايزين نقيس مثلا بالاسبوع بقى، يعني الاسبوع اللي هو النهارده الجمعه، يبقى لحد الجمعه الجايه 7 ايام، صح؟ يبقى 7 زائد 11 كام؟ 18. يبقى كده اسبوع، الاسبوع فيه 7 ايام. اليوم فيه 24 ساعه، اليوم فيه 24 ساعه. طيب الساعه كام دقيقه؟ 60. 1 hour is consists of 60 minutes. طب الدقيقة فيها كام؟ فيها 60 ثانية، زي ما احنا شايفين كده لما نيجي نطلع اهو، 60 ثانية، يعني من هنا لحد ما يلف الدورة دي بيلف 60 ثانية، لحد هنا 30 ثانية، 35، 40، وهكذا، تمام؟ بجد دي مهمة جدا. يبقى 1 week equals 7 days or contains 7 days، 1 hour 60 minutes، 1 minute 60 seconds، 1 day 24 hours. سهل، صح؟ so عشان احول من التحولات برضو من ويك لداي، يعني انا عايز اعرف الويك في كام داي؟ 7. يبقى 1 ويك في 7 ب 7 دايز، 1 داي multiplied by 24 اعرف ان هو 24 ساعه، مضروب في 60 minutes، مضروب في 60 seconds، تمام كده؟ طب وانا راجع برضو بقسم نفس الفكره using multiplication and division. What time is it? How long does it take? يعني هتاخد وقت قد ايه؟ How long does it take? How long does it take to eat? هتاخد وقت قد ايه عشان تاكل؟ Write the time. Write the time دي كده عقرب الصغير على 4 والعقرب الكبير ايه؟ على 3. يبقى انا هنا ماشي الساعة يا جماعة ايه؟ متقسمة 15 15 15 15، 4 في 15 بكام؟ ب 60. يبقى الساعة 60 دقيقة، شايف الشرط دي؟ كل شرطة دقيقة، يبقى 4 في 15 ب 60، تمام؟ ما دام ده بالظبط على دي، يبقى 4 و15 دقيقة، تمام؟ يبقى هنا 4 hours and 15 minutes، اللي 4 والربع، اوكي؟ طب هنا الصغير على 10 والكبير على 2. لا مش، لا هي هنا، لا مش كده، هي الكبير على 10 والصغير على 2.
يعني 2 ل10، يعني ايه؟ يعني الساعة دلوقتي 1، ايوه، ومشينا 50 دقيقة، يعني فاضل 10 دقايق على ما هتبقى الساعة 2 بالظبط، تمام؟ في امريكا بتبقى 1:50. لازم تقول بقى in the PM or AM، يعني صباحا ولا مساء. هنا الساعة كام؟ الساعة هنا دي، الساعة هنا 8 إلا كذا دقيقة، 8 إلا إيه؟ كذا دقيقة، تمام؟ اللي هي الساعة 7 وكام هنا؟ 40، 41، 42، 43، يبقى 7:43، تمام كده؟ يبقى صفر، بعد كده 5 دقايق، 10 دقايق، 15، 20، 25، 30، وهكذا. هنا الساعة 7 بالظبط، 7:00، it is right 7، it is exactly at 7. الساعة 7، الساعة تمام 7، تمام 7، ده بالعربي. It's 7 o'clock. اوكي، 7 o'clock. اوكي، هنا 8، وبعد كده 5 10، يبقى 8 10، او 10 past 8، يعني 10 دقايق بعد 8، 10 past 8، شوفها كده. تمانية وعشر دقائق، 10 past 8، يعني 10 دقايق بعد 8، تمام؟ لازم نعرف الكلام ده. 3 weeks فيهم كام يوم؟ احنا عارفين ان الويك فيه 7 days، يبقى 3 في 7 بكام؟ ب21، يبقى 3 اسابيع في 21 يوم، تمام؟ 3 days فيهم كام ساعة؟ اليوم في 24، يبقى 3 في 24 ب72 ساعة. 5 minutes فيهم كام ثانية؟ المينت فيهم 60، يبقى 5 في 60 ب300 ثانية. 3 hours فيهم كام minutes؟ يبقى 3 ساعات مضروبة في 60، يبقى 3 في 6، 3 في 0 بصفر، 3 في 6 ب18، يبقى 180 minutes. الحاجات دي لازم تعرفها. ساعتين فيهم كام دي minutes؟ الساعة الواحدة فيها 60، يبقى 2 في 60 بكام؟ ب120. اسبوعين فيهم كام يوم؟ 2 في 7 ب14، صح كده؟ 10 days فيهم كام ساعة؟ 10 أيام. اليوم فيه 24 ساعة، يبقى 10 في 24 ب240 ساعة. طيب 2 minutes فيهم كام seconds؟ يبقى 2 minutes مضروبين في 60 ثانية، يعني 2 في 60 ب120، تمام؟ وهكذا وهكذا. هنا بقى نيجي measuring the line plot، تمام؟ دي حاجة بقى اسمها line plot، اللي هو بيجيب لك حاجة كده، يعني مثلا ده سكيل، ده هنا بيعبر عن الثواني، 8 ثواني، 10 12 14 16. في هنا اكسات، زي ما انت شايف الاكسات، الاكس ده هو بيقول لك ايه؟ ان الاكس بيعبر عن تو ستودنتس، يعني طالبين. كل مسألة من دول يعني ليها حالة معينة. تايم تو دو 10 جامبنج جاكس، يعني ده الوقت اللي انتوا هتعملوا فيه جامبنج جاكس. يعني ايه جامبنج جاكس؟ اللي هي النط فوق لتحت، جامبنج جاكس، اي ده جامبنج جاكس، فوق تحت فوق تحت فوق تحت. اوكي، طب what does this line plot show؟ بتعرض ايه؟ هي بتعرض time to do 10 jumping jacks، يعني بتوريك الوقت اللي انت تعمل فيه 10 نطات. دي أول حاجة. What does each X represent؟ الـ X بتعبر عن 2 students، it represents 2 students. How many students are represented؟ كام بقى؟ احنا قلنا إن كل X بتعبر عن 2، فأنت حضرتك عد الـ X-ات دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، يبقى تضرب 16 في 2 ب32، وبعد كده 32 وديت تبقى ايه؟ ستودنت، صح؟ 33، وستودنت تاني ب 34، يبقى عندنا 34، وفي واحد تاني 34 زائد 2، انما انا ما عديتوش، يبقى كده 36 ستودنتس، لان الشرطه الواحده طالب او تلميذ، شرطتين او اكس يبقى 2. فانت اقعد بسرعه كده شوف انت عندك قد ايه. What is the scale for this number line؟ ايه بقى السكيل؟ لما بسال على السكيل يعني انا عايز اعرف
انا بتحرك كل قد ايه، بزود كل قد ايه. السكيل عندي هنا 2 2 سكندز، يبقى السكيل بتاعي 2 سكندز 8 بعد كده 10 بعد كده 12. ما اكتبش 2 بس، لا اكتب 2 سكندز، لازم اكتب 36 ستودنتس، هنا 2 ستودنتس لازم اكتب كده، لان 2 ايه 2 ستودنتس ولا ايه؟ لا 2 سكندز عشان الاجابه تكون صح. نفس الفكره برضو، نفس بقى الامثله دي بتتكرر وهكذا. لازم تعرف يعني ايه الاكس دي بتعبر عن ايه، لازم تعرف السكيل قد ايه، ان السكيل مثلا 2 برضو نفس الفكره وهكذا، بس 2 ايه 2 اتش يعني أو الاعمار اعمار. تمام كده. بور 2 problems of involving involvingness، اللي هو بقى هنا 1 بوكس 44 سنتيمتر و5 مللي، 44 سنتي و5 مللي طول، طول يعني طوله كده. another box is 35 centimeters tall. how tall will be the boxes if both are stacked one on top of each of the other؟ يعني واحد طوله 44 سنتي و5 مللي والتاني طوله 35 سنتي. هو بيقول له لسعادتك لو الاتنين اتحطوا فوق بعض هيبقى الطول الاجمالي كام؟ يبقى كده هنجمعهم على بعض صح؟ فنجمع 44 سنتي و5 مللي زائد 35 سنتي. علشان اجمع دول مع بعض لازم احولهم كلهم لايه؟ ممكن هنا احولهم كلهم لملي، فالسنتي فيه كام؟ 10. في مللي كام؟ مللي 10. يبقى انا عندي يبقى هجمع الاول 44 سنتي زائد 35 سنتي هيديني 79 سنتي و5 مللي صح كده؟ لو جمعت السنتي على السنتي وخليت الملي زي ما هو، بعد كده حولت السنتي لملي 79 في 10 ب 790 زائد 5 يبقى في الاخر 795. سهل صح؟ هنا رانيا بتقيس 2 انت لاينز كونيز 31 سنتي والتاني 500 مللي. How many centimeters long are the two ant line together؟ يعني انا لو جمعت الاثنين مع بعض هيبقوا قد ايه؟ 31 سنتي والتاني 500 مللي. فهنا هحول ال 500 مللي لسنتي، من مللي لسنتي بقسم ايه؟ على 10، ف 500 على 10 فيها 50، يبقى انا عندي 50 سنتي زائد 30 سنتي دي 80 سنتي. سهل قوي صح؟ لازم اعرف هو عايز ايه؟ يعني احول من سنتي لملي ولا من مللي لسنتي؟ خلي بالك هو ميني سنتيمتر، انا عايز في الاخر الاجابه بالسنتي، يبقى هحول الملي للسنتي. ممكن يقول لي الملي ميترز، يبقى هحول السنتي للملي واجمع عليه الملي عشان تبقوا عارفين، يعني في الاخر هتبقى 800 ملي. الحاجات دي مهمه جدا، ممكن انت عارف الاجابه بس تكتبها غلط، لازم تعرفوا السؤال بيقول ايه وانا عايز انهي يونت. هنا فيش تانك، فيش تانك with a capacity of 100 liters is filled with 20,000 milliliters milliliters. اوكي احنا عارفين ان الملي لتر فيه كام؟ فيه تقسم على 10 تقسم على 1000، يعني اللتر فيه 1000 ملي صح كده؟ فانا لو قسمت ال 20,000 دول على 1000 هيديني كام؟ 20 لتر من الميه صح كده؟ of water مش or water. how many more liters of water are needed to fill up the fill it completely؟ بمعنى انا عندي كباستي كلها 100 لتر مليانه 20,000 ملي، يعني 20 لتر. حول. طيب يبقى فاضل قد ايه علشان املا صح؟ فاكيد فاضل قد ايه، يعني هطرح بقى هطرح الميه كلهم ناقص الايه المليان صح؟ فانا فاضل لي 80 لتر فاضيين، يعني هو في 80 لتر فاضيين، فانا هملى 80 لتر عشان لما اجمع 80 زائد 20 يديني 100. يبقى انا عندي التوتال، افتكر الجدول اللي احنا كنا عاملينه ده، التوتال او الهول هول 100 صح؟ في 20 يبقى اتبقى لي كام؟ باقي 80 كاملا بالجمله. هول اوكي سهل ده صح. A milk man sold رجل يعني بيبيع لبن، بيباع ايه 46 لتر و200 مللي من الميلك on 3 days of a week، و53 لتر و195 مللي لتر في الميلك the next week 2 days. what quantity of milk did he sell في in the 5 days؟ يعني هو باع قد ايه؟ واحد مرة باع في 3 ايام من الاسبوع وبعد كده يومين من الاسبوع، يبقى هو ايه عايز اعرف هو باع قد ايه يعني خلال الخمس ايام، فهجمع اللي باعه في اليوم في اليومين في الثلاث ايام على اليومين صح؟ هجمع 46 لتر و200 مللي زائد 53 لتر و195 مللي صح كده؟
46 زائد 53 يديني 99 لتر، و200 زائد 195 يديني 395 لتر. خلي بالك من القامة عشان اعرف ملي لتر. هنا a bus leaves for Cairo at 4:30 p.m. It takes 1 hour and 25 minutes to reach المحطة أو حاجة تانية. تمام، هو هنا بيسأل هيوصل في قد ايه، يعني هو غادر في 4:30، الساعة 4:30 هو بياخد ساعة و25 دقيقة، يبقى هيوصل اسكندرية مثلا في قد ايه؟ ها يبقى 4 + 1 أربع ساعات ماشي. احنا دلوقتي الساعة 4:30 هناخد ساعة على ما نوصل، يبقى 5، ودلوقتي الساعة 30 دقيقة، اجمع عليهم 25 دقيقة يبقى كام؟ 55. يبقى لو الساعة دلوقتي 4:30 والقطر بياخد ساعة و25 دقيقة، يبقى انا هوصل المكان اللي هناك ده الساعة 5:55 دقيقة، يعني 6 إلا 5، صح كده؟ برضه the duration of a film show is 3 hours 15 minutes، يعني 3 ساعات وربع. بيبدأ الساعة 6:30، يبقى هيخلص امتى؟ يعني بقول لك دلوقتي الفيلم فلان ده، فيلم مثلا فيلم كرتون بياخد 3 ساعات وربع، ودلوقتي الساعة 6:30 هو بيبدأ دلوقتي، طب هيخلص الساعة كام؟ يبقى كده هيخلص الساعة 6 + 3 = 9، و15 + 30 = 45، يعني هيخلص الساعة 10 إلا ربع. صعبة؟ لا سهل. تمام، عندنا دلوقتي 12 متر لونج بيس اوف وود، عندنا احمد معاه 12 متر لوح خشب طوله 12 متر. هي وونتس تو كات ات انتو 3 ايكوال لينث، يعني عايز يقسمه او يقطعه لثلاث شرايح مختلف متساويه في الطول. يبقى هاو لونج شود ايتش كات بيس بي ان ميترز، خلي بالكم ميترز، يبقى هو عنده 12 متر، لو قسمتها على 3 هيديني كل حتة في 4 متر، صح؟ بس كده، يبقى انا عندي 4 متر. هاو لونج ايتش اوف ذيس بيسز ان سنتيمترز، يبقى انا كل واحدة هتبقى ايه 4 في 100، من متر لسنتي بضرب في 100، يبقى عندي 400 سنتي، يبقى الحتة الواحدة 400 سنتي. ال ants walk about 5000 meters each day، يعني النمل بيمشي حوالي 5000 متر كل يوم. How many kilometers do ants walk in 6 days؟ اول حاجه بحول اول حاجه يبقى 5000 متر اضربهم في 6، انا عايز اعرف هو اليوم الواحد بيمشي 5000، طب 6 ايام يبقى 5000 + 5000 + 5000 + 5000، يعني 6 مرات صح، فبضرب في 5، يعني بيمشي النمل 30000 متر، عشان احول بقى من متر كيلو بقسم على 1000، فهو بيمشي النمل في 6 ايام 30 كيلو. اوكي، نفس الفكره برضو في 20 بيمشي كذا، نفس الفكره، نفس الفكره برضو بالجرامات بقى. لو انا عندي هنا الكتله 100 كيلو، هو بيكسب او بيكتسب وزن 500 جرام في الاسبوع، طيب هياخد قد ايه في 5 اسابيع؟ how what will his mass، هيبقى 500 جرام مضروبه في 5 بيساوي 2500 جرام، صح كده؟ لان هو بيكتسب 500 جرام كل اسبوع. تمام، طيب انا عايز اعرف في 5 اسابيع، يبقى اضرب 5 في 500 ده كده جرام. طيب وهو اصلا وزنه 100 دلوقتي، يعني هو اساسا 100، يبقى هجمع 100 كيلو على 2500 جرام، بس انا لازم احول، يبقى ال 100 كيلو فيهم كام جرام؟ 100 في 1000 يبقى 100000، صح كده؟ زائد 2500، هنعمل دي كومبوزيشن وكده، يبقى عندك 102500. 100000 زائد 2500 كام؟ 102500، دي زي الدي كومبوزيشن والكومبوزيشن، هو 2500 بلس 100000 يبقى 102500. خلي بالكوا المية دي التوتال، او مش التوتال، لا ده هو الاصل، هو بقى بيجين، his aim is to gain 500 جرام per week، يعني كل اسبوع. تمام كده، يبقى هنشوف خلال 5 اسابيع هو بيجين قد ايه، واجمعه على الاصلي واشوف في الاخر هو بقى بعد كده كتلته هتبقى قد ايه. تمام، هنا الـ colony of ants eats approximately 2000 grams of food each day، طب 10 كيلو جرام
لو في 10 كيلو stored, how many days will the food last؟ يعني احنا دلوقتي النمل ده بياكل كل يوم 2000 جرام, يعني 2000 جرام يعني 2 كيلو, 2000 على 1000 باتنين, صح كده؟ طيب لو هو دلوقتي if the ants have 10 kilograms of food stored, يعني هما مخزنين 10 كيلو, يبقى هيكفيهم كام يوم؟ يبقى مجرد اعرف ان انا يبقى 10 كيلو ده الكل, صح؟ لو انا قسمته على 2000 او على 10 على 2 او 10,000 على 2000 هيبقى لي 5 ايام. بمعنى ان النمل الاكل ده هيكفي معاه مدة 5 ايام, تمام؟ نفس بقى الفكرة في الحاجات دي, تبدأوا انتوا ايه تجمعوها بقى مع بعض. يعني ناخد اخر حاجة كده, ال water purifier cleans 10 liter و 50 milliliter of water each day, يعني هو بينقي 10 لتر و 50 مللتر كل يوم. How much water will be cleaned في 10 ايام؟ يبقى هو كل يوم 10 لتر و 50 ملي. طب في 10 ايام هضرب 10, هضرب 10 في 10 لتر و 50 ملي, صح كده؟ يبقى هضرب 10 في 10 ب 100 لتر, و 10 في 50 ب 500 ملي, تمام كده؟ يبقى في الاخر هيكفي 100 لتر و 500 ملي كله ضرب, بس انا هضرب ال 10 في ده كله, يبقى 10 في 10 ب 100 كوما 10 في 50 ب 500, واحط لازم لتر وهنا ملي لتر. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الحمد لله كل ده. Measuring the world around me part 1 و part 2, الحمد لله كده احنا خلصنا ده شهر اكتوبر. بعد كده انتوا في نوفمبر اكيد بدأتوا ال area والبريمير اللي هي المساحة والمحيط, وده ان شاء الله نبقى نشوفه بعدين, يعني الوحدة كاملة عن المساحة والمحيط, بعد كده بقية الوحدات. اوكي, فالحمد لله كده خلصنا place value, reinforcing place value, وبعد كده using place value, بعد كده adding addition and subtraction subtraction strategies, by the concepts of measurement. Okay, I hope this helps you, and please revise all the notes. And here I'm gonna tell you about the important YouTube channels. Happy House is Math Primary 4. Primary 4, okay. You'll find Mr. Ayman Hassan. This is one of the most amazing channels, and Happy House. Okay, you gotta watch their videos. Okay, thank you so much, and I hope this helps you. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.